بسم الله لايف على بركة الله. ليش بزيك بما جمعوا الناس؟ السلام عليكم. يا شكون ليش تسحبين لايف؟ الله السلام عليكم سي أمين. تحياتي أبو أمين. تحياتي يونس باهيم. Good morning. وإلى لا Good morning. دان جيرمان تحياتي. هشام الله يكبر بيك. أنت هو الأستاذ موروكان كلاب. هاي بزاف هذاك الشيء خفان زبن أفين في البنين قديمة. إلياس عليكم السلام. مهدي إتس سلايبا معاش أحلى صلاح يحفظك أبو عبدو. تحية من موريتانيا الله يكبر بك. شكرا لك الله يحفظك ليا. تحية لصديقي يونس معنا في اللايف. أناس ياسمين تحياتي. أناس عليكم السلام. حسن عليكم السلام. بيونس تحياتي. ويا كل شيء تقول غبوات. وي الحمد لله الحمد لله. كانوا شي حوايج شخصيين وصافي. المهم كانت شويه الخدمه وصافي. اب ليدرز تحياتي الله يكبر بك. ديستوي تحياتي. يمتى جاوبني بيبي نتعلم. والله ما كانت بيبي جاوب كلش ولكن ما تقدرش ما تقدرش والله عرفتي راه تبارك الله الناس يبغيوك تسولوا فيك ولكن ما تقدرش. يلا كنتفرج في واحد اللايف ديالك. مرحبا وقت ميتة غنحيو باباها. وي جيف اس جريت كونتنت وي لاف يو. الله يكبر بيك الله يعزك ليا. تحياتي عنوان اللايف واخ لايف غيكون واحد لايف شويه مختلف. غيكون ان بارطاج ديكسبيريونس فهمتيني. غندوي معكم بحال مريح مع خوتي. ما دخشي من القلب دونك شي حوايج دوزهم وتصيدت فيهم. ما نبغيش نتوما تدوزو يعني بحال اخوكم كبير تيدوي معاك يجيكم الله. حتى شي واحد اللي كان كبار مني وعنده اكسبيريونس قل مني في البيزنس وتندوي على البيزنس اوف لاين يعني البيزنس اللي خارج تتقاتل ليا مع عباد الله في الزنقه ماشي جالس قدك منك البيسي مع احتراماتي اصحاب الاونلاين فهمتيني. ولكن في الفلاياليتي ماشي هو البيسي دونك باش نكونوا فاهمين فهاد القضيه. مع احتراماتي ليهم وعندي صحابي وكل شيء وهادي ولكن في برا تتلاقى مع شي وحدين على اله الا الله. قبل ما ندخل في البيزنس والله الا نسلم عليكم كاملين تحياتي لكم. الله يكبر بكم وشرف لي يعني نكون معكم فهمتيني ونبارطاجي معكم شويه من هادشي اللي غنبارطاجي معكم اليوم. قبل ما نبدا نتسنى واحد شويه باش بما وصلت لنا نوتيفيكاسيون عند كلشي واحد دقيقه ونبدا. نسلم عليكم بعدا مبقاش الوقت. ابو ياسين بدا هنا نبداو دابا واحد دقيقه بما جمعوا الناس كاملين ونبدا. مرحبا مرحبا. الوقت ميتة ارتاحك خوس. اش بان لكم غنعاودو شي ستوريات عاوتاني ديال الوقت ميتة نخليوها واحد سيمانه بحال هكا ونعاودو. يلا اللي ما خدامش يخدم باش يسكن ليا تا هو يصيفط لنا اللعقه. بديتي قبل عمي ياسين يا عرفتي حتى واحد البلان الخوت عرفتي نتا سمعت البلان ديال عمي حتى ما قلت حتى انا باقي صغير ويقول لي عمي. وشو تنشوف انا عندي 34 عام
37 عام معلم راني شفت 37 عام يعني داك الولد وداك البنت عنده 14 عام ولا 13 عام ولا 10 سنين ولا هادي تقول لك عمي راه عمو راه شفنا الوغ الناس تقولوا الصيف لايف ما عرفتش المهم ما عرفتش نقدر نزبال ليها فشي حاجه دونك نقدر ما نصيفيش المهم اللي قدرتي تشد في اللايف شدو حيت نقدر شي حاجه نزبال ليها ماشي هي هذيك المهم دي فوا تقول لي نجي طالعه تقول شي حاجه صافي نقلب عليها دونك واخ ياسين قالك بيزنس اخويا البيزنس ندوي المهم دابا بزاف ديال الناس غيكونوا عارفوني وشي وحدين ما تعرفونيش مزيان ولا شافوا دي فيديوهات ولا شافوا دي لايف مي غنرجع معكم شويه للقاعه الخاليه غنديزاكتيفي لي كومونتير باش نبقى شويه اليز وسمحوا لي بغيت نسلم عليكم كاملين عندي ديزاكتيفي لي كومونتير باش ندوي معكم اليز صافي دابا حيت لي كومونتير وسمحوا لي بزاف باش ندوي معكم شويه ومن بعد نطلقوا لي كيسيون مرحبا واخا هادشي ما يكونش قد يكونوا دي كيسيون المهم نبدا بارطاج هاد البارطاج شنو يكون فيه يكون فيه جوج حوايج اون بارتي الاولى اللي غندوي فيها على لا ترانزاكسيون ديالي من سالاريا لونتربرونيا وكيفاش كانت ديك ليكسبيريونس وكيفاش عشتها حيت بزاف دابا ديال الناس تشوفوا ياسين دابا بخير صافا بيس بخير حياته المهم عايش الحياه بخير لا كانوا شي حوايج دازو ما تيبانوش بحال بزاف الحوايج ما تيبانوش نعطيك مثال انا من 2006 ملي خديت الباك 2006 كان عندي واحد باك تكنيك الكورسوس ديالي في المدرسه هو انني خديت باك تكنيك في 2006 في الخوارزمي في كازا في لاجيروند درت عام في لو اس تي فاس ما داكش البلان المهم في البيريود ديال البيزوطاج ضربت وصلت واحد خاينه جاو عليا مشيت لقيت لي زانسكريبسيون في البي تي اس ما بقاوش مشيت لقيت غير ليستا مشيت درت ليستا لو اف بي بي تي لقيت عامين في ليستا شتينا داك الدبلوم من واحد انا ليسونس بروفيسيونيل ما فاجيني دي بروسيدي في لا فاك ديال تاريخ جديدة من واحد درت ماستر فورماسيون انيسيال درتو في لي بي سي ديال ستات ومن ورا الباك من 2006 وانا تنقاو نخدم باش يلا تصوب يا مصايف باش تعتقل الوضعيه كانت واحد ليبوك شويه صعيبه تخيل في الباك كنت باك تكنيك باك فابريكاسيون ميكانيك وباك فابريكاسيون ميكانيك تنقاو على لي ماشين وداك الشيء ودال التوناج والفريزاج والطاود عرفتي داك وكنت كانوا تيقراو من الاساتذه من الاخطاء اللي التوجيه ديالنا كانوا تيقراو من الاساتذه اش يقول لك تقول لك شوف ملي غتقرا هاد اللعيبات غتولي انت هو اللي تتصوب في ديك الشركه وها وشوف شي واحد من لي لوغيا ديالنا مشى لهاد الشركه ودا وصوب وكدا انا ملي كنت نخرج نمشي للستاج كانت عندنا فورماسيون سميتو الترني شهر ستاج ملي تمشي للستاج لقيت راسي خدام ميكانيسيان ديال الزنقه ولا تنقولو حنا سيكليست خدام سيكليست في الزنقه بحال هكا كنت فواحد الشركه في تمليل مشيت فيها بديت فيها ستاج غير عفوهم باش نقول السميه ديالها بديت فيها ستاج تيبان لي واحد لا ماشين قدك داش تنقول شنو هذا العجب عرفتي تخيل كان في ستاج حيت غنستاجي معاهم شويه غادي نخدم معاهم واحد البيريود كنتي في ستاج والله ونحلف لكم بالله الا ما دوشتي ما تخرجش من تما عرفتي لاكريس باتو وات هذه فوا سليب ديالك لداخل حاجه خوم تلقى فيها لاكريس سليب تنقول اوه تاش هاد البلان هذا اش هاد العجب
واش هذا البلان تيقولوا لي واش هذا واش هادشي اللي قالوا لي الاساتذه ديالي قالوا لي فلان غتبقى تاخذ هذا الباك وغتولي انت هو فلان وكذا وهادي وغدير سا اندستريال وغتصاوب اوه هادشي ماشي هو هذاك وداك هما مكش عارف واحد البلان داك الاستاذ مسكين سمعت هو تا هو معاودين لي البلان نفسو اللي معاودين لي تيعاود لك نفسو هو تيكوبي كولي عاودوا لي كذبوا عليك اللي بعدك تا هو انت اش تقول تقول اه حقا غنصوفا وغندير وغندير هادي وغنشيطان وشيطانوبيل ونتزوج حتى داك الشيء مو محفحف ميت اصاحبي ميت ميت عرفتي التوجيه عندنا حرم مو داك الشيء والله الا شخص هاد الشيء تعاود كامل انا اول زمن ديال داك الباك تكنيك ما حاملش مو ما حاملوش اصاحبي شي حاجه اللي شي حاجه اللي ما عارفهاش انا تقول لك المورجيه شي حاجه مزيانه المهم مشيت خديت داك الباك دوزنا شويه داز البيريود ديال اليوستيك مونا واتسا ليغا البيريود ديال البيزوطاج واخا البيزوطاج خبيخه مونا سي سي هاد الاولد سكول خصهم يبقاش هادشي والله بيزوطاج كدا هادي باش تحب ميراني مع الدوزياماني تلاقاو وكدا وهادي وتلاقاو مع بعضياتهم ممكن في شي حوايج ماشي هو دوك انا واحد البلان ما عجبنيش تدير مو واحد سلختو جيكم من الاخر عجبنيش داك لي داك السيستم ديال الواحد حكا على واحد ما عجبتوش فهمتي تيقول لي حيد التيشيرت كدا عنف في الغيس شي بلانات مهم داكشي ابيزي بزاف جاو عليا مشيت لاسميتو داك البي تي اس لقيتو مسدود مشيت للاو اف بي بي تي وبقينا داك العامين ديال الاو اف بي بي تي شقايا صار ستاج داك الشيء كما عجبنيش داك الهيد ديال شهر ديال 16 يبان لي داك الشيء مون خدينا داك باك بلس 2 خدينا باك بلس 2 بداو تبدا تندفع في السيفي او يعني تندفع ديال السيفي حبيبي عاوتاني شد تيقول لك دابا كل واحد تيقول لك لا ميثود ديالك شوف قطبع واحد 30 ولا 40 سيفي كل مره غتمشي لزون اندستريال بحال ما غاتمشي العين السبع ما بوسكو كل ما عارفين تتمشي كل ما تسيب اون زون اندستريال تتمشي ليها تتبقى تفرق واللي ما كناش عارفين هما السيفيات كانوا تيتحطوا عند السيكيورتي في الباب والسيكيورتي في الباب بيان سيو تشد السيفي تيدير ليه لوح لوح المهم سهل الله بداو تيعطيونا شركات تتمشي تتخدم تدخل الشركه تلقى تقوادي تحاشاكم المهم ما عنديش نقول لها شي سميه اخرى تلقى هذا قوال هذا تيعطي لهذا هذا تيعطي له وضعها وهذا وبعضها هذا تنقول حتى اش الماضي هذا شنو واش حنا جايين نخدموا ولا جايين نبقاو وهذا قال هذا لا شي فلان وتا دار نص ساعه في البوز وفلان زاد 5 دقائق وراه نقول للشيف وهذه بلادم ما خدامش لاحظت ان بلادم ما بغاش يتكونسونطا على ريزالت بلادم تيتكونسونطا على انت شنو لابس انت دخلتي مع هذا الوقت خرجتي مع هذا الوقت انت شنو الفالو اجوتي ديالك انت ما تيتسوقش ليه هو تيتكونسونطا هو على هذوك لي زوبط هذوك شنو نقول لك الحوايج اللي دايرين بك ماشي انت شنو لا فالو اجوتي القيمه المضافه ديالك في ديك الشركه لا ما تيتكونسونطاش عليها جيتي حكا مع الطلب قسم جيتي ماشط هكا جيتي محسن هكا شتي فلان فلان شافك ولا شاف داز نعم هذا بلان هذا عرفتي هذا بلان هذا بلان والله الا بغيتكم تحقدوا مع الشركه تحقدوا عليها وتقاتل باش دير حتى الشركه ديالك تخدم عند شي حمار واخا ما نصحش في الاول فهمتيني خصك تخدم تحك شويه مع عباد الله شويه باش هذا الحقد اللي فيا انايا باش ما تقولش هذيك اللعيبه كاينه واحد لي طابوايا غنقدر حقا نرجع نخدم مع عباد الله عرفتي تصور هذه ما ننساهاش الخدمه ما كايناش فهمتيني حنا خدامين مثلا ننقز معكم فواحد لاين دو برودكسيون تتسمى لاين دو برودكسيون فيها لي ماشين واللعيبات خدامين تتبع معايا دابا البلان دابا كيفاش شويه الخدمه ما كايناش مثلا خاصك واحد البياس يوصل عندك انت باش تبدا الخدمه المهم خاصك تستنى واحد البياس يعني ما كانش هذاك البياس ولا ماتير بروميير ديالك باش تبدا الخدمه ايوا داك البياس ما كاينش شويه تنقول ما كاينش دونك صافي راحوا السياح حنايا يحتاجي
شوية تبدي دوز شي ريسبونسابل تبع معايا البلان. شو بنادم شو عقلو باش نقول لك ما خاصه الهضره شنو فيه شوش فيه تيقول لك حقا غادي يز الماناجر ولا ديال ريسبونسابل كذا خاصك تبان فيها خدام. اش كاين فهم كاينش خدمه ما كايناش الخدمه والو باغا اطونس بياس ما كاينش ولا خاصك تبان خدام. والخوين دوك لي ماناجر ودوك عارفين داك البلان حتى هو مدوز داك البوست ديال تيكنيسيان ولا سميتو حتى مدوز اغلبيه تياخذوا ليكسبيريونس الاغلبيه تيكنيسيان ولا اوبيراتور د ماشين مدوز داكشي مدوز داك الحال تيقول لك لا نوض خصك تحرك خصك تبان انت ديك فلان انك تدير شي لعيبه. وانا كنت ديما ضد هادشي تبقى ما تيجي هويا السلام عليكم وي سي فلان ايوا عليكم السلام انا خاصني نحتامك خاصني نحتامو ماشي نعيا ولا شي حاجه ولكن ما نخافش منو دونك ما كاينش الخدمه صاحبي عرفو سيت لو تيكنيسيان اوكيبي سيت ماشين ايه بوكوا اي سي اريتي تقول لي اطونس بياس تقول لي تزيد في حال تيمشي تيقول لي ريسبونسابل ديالي انايا تقول لي وفلان علاش جالس قلب لي على شي بريكول اسيدي انايا في الديسكريبتيف دو بوست ديالي عطيني اوبيراتور دو ماشين عطيني اوبيراتور دو ماشين سي اوبيراتور دو ماشين دونك خاصني ندير اوبيراتور دو ماشين لا خاصك تدير اوبيراتور دو ماشين خاصك دير هاوس كيبين خاصك دير طوايل الماشين خاصك المهم تبان تدير شي حاجه. اش هاد المرض هذا صاحبي اش هاد المرض خاصك تبان تدير شي حاجه هذا المرض هذا صاحبي والمشكله خدام تدوز ليه العدوى تدخل واحد جديد مسكين باغي يخدم عادي بيس مرتاح تيدوزو ليه هاد المرض حتى هو تيدخلو لي تقول لي شوف فلان خاصك تولي تتبع حالنا باش يلاه يرضى عليك فلان. لا صاحبي لا هاد المرض صاحبي حيدوها صاحبي ولي باطون سوسيتي الله يحفظكم حيدو هاد المرض شوف خاصكم تجيو الناس على البيرفورمانس صاحبي راه تيخدمو معانا ناس صاحبي وتيخدمو معانا بدي صالير تيخدمو معانا تنقول لي شوف فلان انا درت معاك هاد اللعيبة هاد البياسة غتوجدها ليا غتوجد ليا 30 في النهار سير الله يعاونك غتوجدهم في ساعة سالينا سال الفيلم صافي ساعة وجدهم في ساعة سالينا ولا قصتك هادي تولا تسميو سليخ المعزي حنا هذا جا لاغو ديال الخدمة تسلخ عليها المعزي حيت انت تبغي تسلخ حولي داك شي معزة خصك تسلخها بشوية تبقى هابط مع الطانة بشوية فهمتيني تقول لك حاجه خصك نقاصلو في المعزي ايوا صافي تيدوز هاد البلان واحد تيدوز لواحد واحد تيدوز لواحد تيولي بنادم هذاك هو العادي حتى دوك لي مانجر وداك لي ريسبونسابل تعجبهم الهيت تيقول ها هو ديال مو كان محظوظ في القايه ديالو وفي الكيسيز ديالو ولا في البوست اللي كان فيه هو اسمحوا لي خصات الهضره المهم هادي فوا تصاوب لنا شي حاجه اسمحوا لنا مي هادشي دابا مو تيعصبني هو كان محظوظ تيجي هو تيجي يدير لك صاحبي سير صاحبي شوف خاصك جوجي الناس صاحبي على البيرفورمانس صاحبي البيرفورمانس واش دار ديك الخدمه دار ديك الخدمه مزيان ما دارش ديك الخدمه حق الساعه خاصك تحاسبه ماشي جوجي صاحبي على لابس هكا ما وقفش مشابك مشابك ما تخلعش. وكنت عامت الشركات قلت تقريبا دوزت في هذيك 5 سنين تقريبا شي 5 الشركات قلت العامة ديالهم تنساليو بمطايفة ديما مطايفة ما حكا ما دوزش خمد على لي زونطوتيان ملي كنت نمشي ندوز لي زونطوتيان اشحال مرة دي فوا واحد الله يسمح لنا كنا قلنا عليه تبيعو المهم ما تنصحكمش ديرو هادشي ما ديروش هادشي كان تبايعوش من عندي مي ما ديروش تطيح معاه وكذا ودارك بالفرونسي وكذا وانت باغي جي البوست تحو فيها نتايا جي البوست باغي تاخذ 2500 درهم اصاحبي تيكتبوا لي على بنادم تيقول لي حكا غتاخذ ديبلوم دو كذا غتاخذ 5000 ولا 6000 درهم لا ما كاينش اصاحبي غنمشي نخدم ب 2500 درهم تكتبوها للشباب اصاحبي تقول لي غتاخذ باك بلس 2 غتاخذ 8000 درهم 10000 درهم حتى ما كاينش داك الشيء اصاحبي وماشي تلقوا عليكم نجيكم من الاخر كانوا في لي زونطوتي ديما مهونه المهم اون بريف فدوك خمسة شركات دوز ديما تنساليها مطايفة مع شي واحد بوك البوشية اللعيبات واحد البوشية ديما كانت سابقا
تنقول انا البلان ما هادشي ما دياليش، هاد البلان ما دياليش. جاتني واحد الشركه طولت فيها شويه كصلاه يدوز بعد تقريبا قول من 2010 تسمع طولت فيها قول شي 20 عام، قول 2012 وشي شهرين بحال هكا. حتى من 2012 بديت لونتربرونور. دابا البلان اشنو طاح فهاديك الشركه اش طولت فيها؟ كانت اون ميديو ناسيونال، كانوا فيها لي نورم مزيانين وكل شيء، وتيبان لك داك الشيء تيعطيو بنادم حقه، داك الشيء مزيان. تنقول شوف هاد لي طاب حتى كانت عندي احلامت انا بسيطه، بغيت غير نعيش مزيان بهذاك الصالير، دفعت انا في كريدي في بايتما شي طوين بيلات انايا على قد الحال نصوروا بها وصافي نتزوج ونبقى الولاد تاعنا بحال المشاش، فهمتيني؟ حيت كاين اللي تيتزوج وتيولد، وكاين اللي تيولد جيل بلي غينفع هاد البلاد وغيزيد بها القدام. حيت كاين اللي تيولد بحال المشاش تيتزوج، فهمتي؟ جاتو الحالة خاصو يتزوج ويولد. المهم هذا موضوع بوحدو. هادو الأحلام اللي كانت عندي أنا بسيطة سامبل، باغي نتزوج ونولد تانايا وندير وليدات ونربيهم. دارت البلان حركة جاني عطش، هادشي كاش طولت فيها؟ كانوا فيها لي نورم، كانوا زوينين كدا وهادي، كنت ناخد واحد الصالير باش بديت، بديت 3800 درهم في ظرف تقريبا عامين ولات عندي 4100 درهم. شوف اصاحبي شو عامين يلا زادت لي 300 درهم في الصالير. اش هاد اش هاد اش هاد اش هاد العبات اصاحبي؟ اش هاد اش هاد اش هاد اش هاد تضحكوا على عباد الله اصاحبي؟ راه عارف البيلتان دو بي والله الا عندي في الدار الاخرى تنجيبو. كنت ديجا واحد اللايف وريتو 4100 درهم اصاحبي، اش هي 4100 درهم؟ دابا تعطل الله ديك 4100 درهم اشنو غدير ليا؟ انا سيدي انا يا بغيت اسيدي نتزوج وندير داك كيما تنسمي الحلم العريض، انا بغيت نتزوج يلا، انا شعلت فيا البيضاء وبغيت نتزوج. تعجبني بنت خالتي سميحه بنت الحاج شي واحد، المهم الحاج سميح ولا ابو شعيب، المهم بغيت نتزوج بها. انت باش غات دابا تعطل الله ديك 4000 درهم شناهو؟ لك لا بغيتي تكري غير باسما ديال 25 كا غتخيب 2000-2500 درهم، بقات لك 2000 درهم. اشنو ماكلة ولا طونسبور ولا غتفعكي ديال طونو؟ اش خاصك الساعة نمشي نقول لماتي سيري تخدمي ذاتية، شحال غتاخد تا يعطي واحد 2000-3000 درهم زيد؟ اشنو اش من الحياة هادي؟ زيد غديو جريمة أخرى، ولد ليا الولاد، ولد ولد ليا شوف، ولي ولدتي غير شي مازقو. أكبر كذبة كذبو عليكم، أكبر كذبة كذبو على المغرب هي هادي. وتا شوف كلشي تيتزاد مازقو، عرفتي اللي تيقول لك كلشي تيتزاد مازقو، واللي كتب الله هي اللي كاينة. عرفوا أكبر مزلوط، عرفوا معدب في حياته، عرفوا ما داير والو في حياته، والو. هذه هذيك طيط هذيك اللي قلتيها ما دايرهاش اي واحد تيقول هذه الكلمه. علاش؟ حيت هو مبرمج عقله الباطن، باش نقول هذه الهضره ديال الكتوبه، مهم خذوها بحالك، العقل ديالو اللاواعي مبرمجو على انه هو ماشي المشكل. الله حاشا بين قوسين ان الله هو المشكل، حاشا الله انه يكون ماشي عادل ولا هادي. ولا كاين دابا شي وحدين اش يقولوا؟ تيقول له التشيخونا هذاك عنده الفلوس عطاه الله، وهذاك ما عندوش فلوس وهذاك الشيء اللي مكتب ليه الله في الدنيا. شايف ياك هذا اللي عطى لهذا هو اللي عند هذا ياك؟ اذا حاشا لله تقول انت ان الله غير عادل، حاشا تقول عطى لهذا وما عطاش لهذا. لا صاحبي اوتوماتيكمون تقول ان الله غير عادل. صاحبي فكر شويه بعقلك صاحبي، وبغيتكم نتوما لي جون دابا يا واخا تيقولوا تفرجوا فيا شي وحدين كبار مني وتحيه لهم، ما تبقى قهر شويه صاحبي وما تبقاش شوف. الله يخليكم ملي يعطيك شي واحد اون انفورماسيون قلب وراها صاحبي، قلب ماشي تقول امين صافي تشدها، فهمتيني؟ صافي قران منزل. لا صاحبي شد انفورماسيون وقلب عليها، ما تبقاش بحال دابا كنت نصبوا عليكم في الدورات. سي غاف اصاحبي شنو نصبوا عليكم في الدورات؟ سي سامبل، هو تيدير واحد لي فو، ما تسميش نصب عليك.
تيقلب مثلا كو بلونغلي ولا هذه تيترجمو بالعربيه وهذه واش يدير لك الكو انت قاعد ما فيك ما تقلب وتتشد داك الكو تقول صافي نشدو صافي هو اصلا داك الكو واش طبقوا ولا ما طبقوش فهمتيني تجي نتايا نعم سيدي تدير نتايا هادشي ما تيخدمش سالينا دونك الله يحفظكم بعدمي شعلت والله حتى شعلت الله ما عقلت فين خلينا حيت لي كومونتير باش نعرف فين خلينا وغنتفكر فين خلينا قلت لك اه قلت لك 4000 درهم غدير لك والو معلم بقيت مول بقيت في ديك الشركه واحد العامين شويه درت واحد الخطا اللي هو الاول نقول لكم بعدا باش اودو فيو اميوزي نقول لك شي حوايج باش انت تطمنوا البال هو انني خديت باس ماكريدي تباع معايا دابا البلا فيت خديت باس ماكريدي انا تناخذ 4100 درهم خديت باس ماكريدي الطيطه ديالها بالضبط كانت 56000 ريال وغنجي واحد ويقول لي والطايح خونا ابارتمان كيفاش البنك تعطيوك 50% من داكشي اللي تدخل من داكشي اللي عندك في الصالير شايف هذيك الهضره ديال الكتوبه كل هضره ديال الكتوبه فهمتيني داكشي اللي تيقراو يقولوا بوحدو سمعتيني غادي داو شي حوايج في الكوليس المهم انا نقول لكم هادي هو خدامين فيها بزاف تدير ان كونطاد باي فهمتيني كونطاد باي ديال انك عندك اوفوني دو بلوس بحال تجيك واحد 3000 درهم ولا 4000 درهم مبلاص اخرى باش تدبر على ان كونطاد باي سالينا صافي دونك باش تجيستيفي ان عندك مدخول كثر وتدور في الكونت واحد شهرين ولا 3 شهور ولا 4 شهور لي بونكي عارفين هادشي دونك بلا ما تبقاو داكشي ديال الكتوبه وحكا وفلان وانت تعطوك 50% من الصالير تدي حسابها ب 1100 درهم 50% يعني الطريطه خصها تجي واحد 2050 درهم الا صاحبي داكشي ديال المدرسه كولو البنكه الا بغاو يمشيو معاك يمشيو معاك حتى 100% من الصالير ديالك والبنكه تعطيو دي لين دي كريدي للناس ديالهم واخا تقول لي سيستم ولا الهضره ديال تقول لك شاف داجونس سيستم هذاكشي على داكشي ديال المدرسه ديالهم ما تندويش حد الشاف داجونس شاف داجونس سي ليميتي عنده واحد الحوايج واحد لاكسي صغير تشوف سيل السياج شوف لي نعم سيدي البلانص كيفاش لي لين دو كريدي شحال تيدوزو لي مليون درهم لي مليون عندي شيف كونتونسيو ديال واحد البنكة معروفة لي مليون دو درهم اصاحبي تطلقو دي لين دو كريدي واشنا هو لاخو تا هو عندو لا ماه معاه سمعتي البلان عندو لا ماه تا هو معاه يلاه سير اش ما تبغيش تسجل لي لايف انا عندو لا ماه معاه صافي الاخوت كاملين حتى هو تيكالي عليه الدوسي راه كاين راه كاين ولكن تيدوز الكونتونسيو تيبقى يكالي فيه سير الاخو خدام بالفلوس واش فهمتي البلان دونك حيدو ديك الهضره ديال المدرسه احكا البنكه 50% ولا هذيك الشيء ديال المدرسه تيكذبوا عليكم في الشاف داجونس ما عاجيش تكذب عليا انا فهمتيني المهم ما عليناش ويكونوا معايا دي بونكا غيتفقوا معايا في هذا البلان هادشي اللي كاين اول خطا درتو شنو هو كنت خديت مشيت خديت كريدي والله حتى شعلت خويا على واحد الدكه والله حتى تفرج فينا 2901 شوف اصاحبي شوف خويت الماء وبنشرب من القاعه تحياتي لكم خدي فوا تنلونا تنشعل ولكن مهم تبعوا معايا البلان خديت الكريدي ملي خديت الكريدي قلت الله كما تقول اي واحد اي مغربي تقول الله صوفيت ولات عندي داري سمعتيني داري هي اول حاجه ماشي دارك دار ديال البنكه وزيد ثاني حاجه ماشي دار هي باتما حيت كاين فرق بين دار كاين فرق بين باتما بلان باتما تتكون عندك جيران عندك 7000 باب تدخل من باب برينسيبال وتتفرقوا 7000 باب بلان ولات عندي باتما ديالي ولات عندي داري الله تصوفيت البلان جاي بغيت ناخذ طوموبيل المهم ديت هذيك اللعيبه الدار عندي الدار والصالير ما بقاو لقى فيه والو ولا تيتحفحف مزيان قلت خصني ناخذ الطوموبيل ما لقيتش كيفاش غندير الطوموبيل ما لقيتش كندير ليها وليت ما
تمشي مكان فهمتي تمشي مكان طوموبيل وعارفين نتوما ان جون مكاشي رجلكم ان جون يلا خد باتما ديالو خاصو يستيكي هكذا وهادي ماما يكري طوموبيل ماما يهبط البواط كنت الساعة تنشطح الصالصة تمشي ديك الساعة كانت واحد البواط سميتها فانيتي في عين الدياب تمشي ليها كانت تيكون تقول لي فايدة صالصة بالجمعة مهم يعني داك الهبال كاع اللي طاح لك في بالك راني دوزته ولا ما فهمتي تبان لك الحياة ولا هادي المهم كنت مسطيت انايا كان ما عنديش العقل مهم كان في 10 في الشهر ما عنديش في الصالير ديالي والو الحزقة ديال بصحة معلم ما كاين والو دابا ما كايناش وتتبقى الوالدين تتصوبي فيك تعطيك ديك 20 درهم وكدا وهادي تتشقو من عند عشان تما في الخدمة واحد 100 درهم المهم تتبقى وهادي تاني نبقى بحال هكا هذا غندير شويه واحد الحل قلت اش غندير غنديفلوبي راسي شويه غنمشي نقرا بلا مشيت قلت شوف غادي نطلع ليكيب ديال الليل وليكيب ديال الليل ملي تطلع ليكيب ديال الليل تزيدوك في النت واحد 50% يعني غتقول تقريبا الصالير ديالي غيولي واحد 6000 درهم غطلع ليكيب ديال الليل وغتبدا تقرا ليا بنهار يعني غنقرا ليا ليسونس وعامين ديال الماستر بنهار قلت هذا والله تا غنصعقيش مهم وليت تمشي هاد اللعيبه مشيت تقيدت في ليسونس في لافاك ديال الطريق الجديده والماستر في سنه الماستر في سميتو في لي فيس ديال ستات مشيت للماستر مهم مشيت ليسونس مشيت للماستر اشنو تخدم بالليل شوف تبع معايا البلان كي داير تخدم بالليل من 10 الليل لستات الصباح تبع معايا اللي بغيتي بعدا تبع معايا تشوف ياسين بحال هكا تقول انت صافي ياسين القى الحياه السعيده لا ما كاينش هادشي يا صاحبي اسمع معايا اول حاجه بعدا تشد طونسبور تشدو مع تسعود الليل تبقى يضربك 10 الليل تيحطك تخدم من 10 الليل لستات الصباح تجهز لك طونسبور مع 7 الصباح تيحطك في سميتو في حدا الطاكسيات حدا الطاكسي لا كاين حدا الطاكسيات في ليسونس حدا الطاكسيات تنفطر في المحلابه دغيا تنمشي لافاك دوزت ليسونس بحال هكا الماستر كان بير الماستر كان مكانش في كازا كان في ستات يعني كان تيحطني طونسبور الصباح تا خدام بالليل ماشي 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 تلعب خدام تيحطك طونسبور الصباح شو الطاكسي نيت الستات فوف طوالة وحدة سير بحال ليا مع راساتك قرا مع راساتك كنت اون باري ندير هادشي كامل كنت كوتش ديال سبور كنت ندير سبور كوتش كنت كوتش تنخدمو مع عباد الله كدا وهادي تندير داكشي ديال الله يعوبيك تنبارطاجي معاكم باقي عندي فيديوهات ديال داكشي ديال ستيب اي او دانس داكشي كنت نديرو باقي عندي ديال فونس ميسكيل المهم هادشي كنت نديرو سبور كنت نديرها من نقول بديتها من عندي 12 عام نقول من 99 ديال سبور وبديت تندرب تقريبا في 2006 2007 سبور كانت نافعاني لاش في الماستر كنت نسامباتي زعما الاساتذه تجي عندي تقول لي عنده ان ديسك حال عنده مشكل في لاشوفي عنده هادي تنقول لي شوف استاذ غدير كذا ولا هادي هكا عندي مشكل باش نفونسيات الميسك ولا شوف غدير هاد ليكزيسيس وهادي وليت نسامباتي زعما الاساتذه تتعاملوا معاك مزيان تقول شوف سير تبقى تبعك الخدمه بالليل غادي نصنعها بلا ما نجي الكوب بلا ما تدخل لي صافي سير الساعه تنشط الطاكسي بيض اف رجع بحالي مشي نجبد عليه نعس شويه نصنا طونسبور عاوتاني غادي نجي مع 9 ديال الليل باش عاوتاني نفس الصوم وبقات تعاود عرفتي في ملي غادي يسالي داك الماستر تا اش نقول لك بلان غندفع عليهم الماستر غنقول لهم فلان انا بغيت نخدم بغيت ناخذ بوست زعما ديال الكادا ولا هذه تيقول لك لا خويا بغينا الكادا غنجيبو على برا حنايا اش بغينا فهمتيني ومن حقهم الشركات من حقهم علاش انا نقول لك علاش دابا انت شحال من واحد دابا تيقرا خدام شي شركه وتيقرا وباغي يديفلوبي راسو باش ياخذ شي بوست دو ريسبونسابيلتي في هذيك الشركه ليميت ناسيونال لا ما تفكروش بحال هكا علاش حيت لا انت كنتي ان تيكنيسيان وليتي ان انجينيور كنتي ان تيكنيسيان وليتي انجينيور وبغيتي
يعني تاخذ ان بوست دو ريسبونسابيلتي ديال ان ماناجير ولا ان ريسبونسابل دو لين دو برودكسيون ولا شي حاجه ان بوست دو ريسبونسابيلتي تقولك لا هاد السيد غيبقى ديما عنده الحنين ديال لا ماشين تاع تكنيسيا دو مينتونونس ديال الصيانه تيقني في الصيانه تقول هاد السيد ديما عنده حنين لا ماشين يعني ديما غيشوف ان تكنيسيان ديما غيحن عليه ديما غيبغي يبقى وحده لا ماشين ديما هادي هما تيقولوا لا غنجيبوا ان كادر من برا تمشيو ليميك يكون محمد هذا انجينيور ولا شي ايكول اخرى المهم الا طاحت ليا في بالي ولا ام سي ولا مون سي 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 بي بي المهم لانسام ولا لانسام ولا هذه مهم سميت بزاف صعب صعب هو ها مو كلشي تيأدي للفرق هذاك الشيء مهم على الحصقه نجيك من الاخر ما نكذبش عليك شوف باش نكون براغماتيك معاك فهمتيني ما نقولش لا غادي دكتور هكذا وغادي ديال العاقه ما غاديش العاقه العاقه غاديها بالبيزنس نجيك من الاخر ولا جيت شي شو شي لي ستاتستيك ديال لي شاو دي موند ما فهمش لي سالاري واخا تقول لي ديريكتور مع ديال الميكروسوفت اما فوزيت بلو ان شاو فهمتيني تتبيع الوقت ديالك مقابل المهم اللعيبه داكشي عارفين نتوما والله يتشعل تبرب بس لسن بعد شوية إذا تفكر هاد اللعيبة تعرف تشعلوني وهاد الشي خارج على أمة تدوي على الانفلونس هذا هو سي الانفلونس تتفرج فيها 3301 3301 و متبعك واحد 160 من 70 ألف واحد من الحماق أنني ما نبارطاجيش معكم هاد الشي من الحماق حيت أنا الا ما بارطاجيتش معكم هادشي بحال تنقول لك صافي سير داك الطريق اللي غادي فيها سير اللهم انا ماشي سونسي باش نبدلك لا انا خاصني نوصل لك الميساج وانت دبر راسك انا ملي غنفيق مع الصباح الحياه ناشط بخير انا وصلت الميساج دونك ما تمشيش نجاي تقدم في هادشي اللي تنقول فيه انا هادو اخطاء تحت فيهم انايا ما نخليكش تطيح فيهم حتى نتايا فهمتيني الا كنتي اخويا ولا اختي باقي صغير عندك 18 16 عام بليز ما طيحش فهادش حيت نجيك من الاخر انا فهمتيني قايه مزيان قا مع ساعه خوذ الماستر ولا بارك بلس 5 هادي ولكن ما تعاودش غدير بها العاقه الا كنتي بغيتي دير العاقه حاجه اخرى دوش فيها حيت دابا للاسف حنايا ديما تنطيحوا في واحد المقارنه بين الصلاية والانتربرونيا ديما تنطيحوا فيها وعلاش ودابا واش كلشي غادي يوليو دي زونتربرونور ولا خاصهم يكونوا دي سالاري وشكون اللي يخدمنا اليوم شكون اللي خاصو يكون بوليسي شكون اللي خاصو يكون في المقاطعه شكون اللي خاصو يكون شكون اللي خاصو يكون مزيان هادشي مزيان انا معاك في هادشي ولكن خاصني نقول لك انت ولدي وانت بنتي وانت بنتي اسمح لي كاين جوج حوايج كاين هادي وكاين هادي فين غتوصلك وهادي فين غتوصلك ها السالاري فين غتوصلك ها لونتربرونيا فين غتوصلك حنا لا حيدوا هاد لونتربرونيا حيدوها ما كايناش اصاحبي من طلعت انا تعلموني باش نكتب السي في من زدت اصاحبي تعلموك كيفاش تكتب السي في هذا هو سهل الفيلم كتب السي في شوف خاصك كيفاش تكتب السي في والسي في خاصك ديرو كي دير خاصك تحط صويره هنا وصويره تكون ضحك ودير الكافاطه دير لها وتحط ليكسبيريونس الاولى الجديده هي الاولى وهذه وهذه ودير ديبلوم اصاحبي اش بقا تتمنى في الماضى صاحبي هادشي تعلمونا كيفاش نتفلسفو باش نكتبو السيفي ولاو دي فورماسيون كيفاش تكتب السيفي كيفاش دوز انا طوسي خاصك حكا تحط رجل اليمنيه على اليسريه ودير فيها ما تضحكش وتلبس لافاطا زقا حيت الكويتو تعجبوك لافاطا زقا الله ينعلبو هذا الكويتو بغاني نخدم على البوست مبغانيش نمشي هذيك المهم هذيك شعلت سوا غتبغيني انت شوف عيطتي لي بوزيت ريكروتور مرحبا تنحتارمك بزاف عيطتي لي عندي ايميسيون بقا تقول لي دي هكا وما يحين في لونطونسيان ما يحين معاك ثلاثه واحد تيدوي معاك وجوج تيشوفو فوق بحال شي شفار تيتفك ها حكا نشوفو واش تستريسها بسيف ما تستريسها بسيف نقلب على امك طابله بسيف انا تستريسها اخويا علاش انا تستريسها بسيف غير ثلاثة مالي شفاري صافي بيس وي تونتون تيدوي معايا سوا تكنيكمون سوا اونتونتي ادمينستراتيف ديال الاراش دوي معايا في كلشي ولكن ما تستاجرش امي ثلاثة شناهو زعما شناهو اي واحد غتحط لي اونتونتي غتحط لي ثلاثة غيتستريس سي نورمال الا كان شي واحد عنده مهم كاين مهم الاغلبية سيرتو البنات غيتستريس سي نورمال والله ما عرفت فين خليتها تلفت والله تلفت
والله يتوحكت تبي خليتي عاود ثاني والله يتقول لي فين خليت نكتبي لي كومونتير حيت لفت تلفت ناس يبعثي كلكو في لي كومونتير تقول لي داير فين خليتها تبان لي هاد الشيء أمانة عندي خاصني نبارطاجي معكم قلت غندير هاد اللايف واخا ياخذ متابعه السويع انا ما سوقيش خاصني نبارطاجي هاد الشيء باش نبقى مرتاح مع راساتي بيس باش الا بغيت ندوي شي حاجه تكنيك ندوي في البنكه ولا ندوي في جو سي با ندوي في شي حاجه ديال الاوفلاين حتى الدومين ديالو ولا ندوي في ليموبيلي شي حاجه تكنيك ديك الساعه ماشي ممكن ندير لايف مي هذا سي لا باز سي لا باز متبعينا دابا مؤخرا 70,000 واحد باقي ما تيعرفوا على ياسين والو شافوا ياسين بيس شافوا لي لايف ديال ياسين ولكن ما عرفوش ما لمسوش شكون هو ياسين الوغ هو هذا خاصك تشوف الباسي ديالي عباش باش تحكم على الفيوتشر هذا الشيء اللي فيه دابا انايا حيت هذا الشيء غير الخلاص ديال داك الشيء تنتخلص ديال داك الشيء القديم دابا تيبقى تلعب في لي فولوورز بغيت نطيبها لي شي كومونتير ما تيبان ليا والو والو ما تيبان ليا والو بغيت نعرف فين خليناها الله ما عقلت فين خليناها نسيت داتي فين خليناها لقوني الله ما عقلت تبقيت العود دابا في الفولوورز والو تبقيت العود الفولوورز والو عشان نتفكر فاش خليناها قلت لك واش ديال الدار كيدي طلعت لي واحد اللعيبه طلع لي والو المهم عندي زاكتيفي لو كومونتير غنتفكر دابا ديال نخليوها في الدار كيدي اول خطا ما خاصكش دير في حياتك يا اخويا واختي اول خطا ما تاخذش دار ولا بالاحرى ما تونجاجاش في كيدي سواء انت سالاري سواء انت اونتربرونور سيرتو اونتربرونور حيت لك انت بغيتي حيت حتى سالاري ما نقولش تونجاج في كيدي علاش حيت باقي عندك لا بوسيبيليتي باش تسويتشي باقي عندك انت خفيف باش تسويتش دوز ليتاب سويفونت بلان مي اونتربرونور ما مسموحش لك انك تبدا لي ديبي ديالك بكيدي سيرتو كيدي ديال الدار وتنحكر عليك كيدي ديال الدار علاش تي بلوكيك دابا واش دابا تخيل معايا دابا انت باللوجيك ديالك انت بديتي يلا بديتي تفتفت شويه خديتي داك الماستر على 24 25 عام خدمتي على 26 27 عام حنا نقولوا سيدي خدمتي على 25 عام غتاخذ كريدي مده ديالو 25 عام يعني ديك الدار انت غتملكها على 25 عام وانت تخيل دابا عرفتي اللوجيك شوف هادي البوان دخلها الا دخلتي راسك غنكون نجحت بزاف هاد الله تخيل معاك انت بادي حياتك بناقص واحد 30 ولا 40 مليون ولا 50 مليون الا كانت باسما ديال 25 مليون غتكون باديها بناقص 55 مليون فهمتيني ناقص ماشي لا غتكون ناقص 45 مليون 40 مليون على حسب المهم على حسب البنكه على حنا تفك شويه ولا هذا ناقص 45 40 مليون تنديروا شي لايف فون ندويو على طريقه كيفاش تحسب الطابلو داموسيسمو واللعيبات وهذيك المهم التكنيك خليها من بعد بادي حياتك انت باغي تبدا حياتك باديها بناقص 45 مليون واش تخيلتيها بحال هكا الا خديتي كريدي ديال الدار تبداها بحال هكا هذه باطمه ديال 25 مليون ما قلتش اختي باطمه ديال مليون درهم ديال 100 مليون سنتيم لا ما قلتش لك هذه ما ايش هاد العباد شويه تطلع انت تمشي تقول هدا عندي البايتمه ديالي وخاصني ناتتها تتمشي تاخذ كريدي باش تاتتها عاوتاني بعد الكريدي ما تيبغيش يدعوك البنكاش شنو هو تمشي تاخذ ليا كريدي من عند عشانك خديت الباسمه سوا تتزوج تقاتلو بحال المشاش سوا تمشي تاخذ الطوموبيل المهم الا كنتي المهم على حسب انت والهيد ديالك المهم بلا الخوف يعني شوف موفيز افير
موبي صافي عوج باس ما كيدي باش تبدا بها لا سوا سالاري سوا انتربرونور بجوج بلا ما ندويوش على الجانب ديال الربا ماشي ربا ما ندويوش فيها غنحل واحد المعقوفه غنخليكم شوف واحد القوس غنخليكم انا ما عطيتش رأي ديالي انا ما غنعطيش رأي ديالي ولكن غنخليكم تتاملوا فيها بلا نخليكم حتى هذه قوس على الكريدي واش ريبا ماشي ريبا الانفلاسيون كاينه في سميتو لا في تركيا شحال واصله دابا يا واقيلا جو بونس 21% غنجبد دابا بالضبط باش نعطي الداتا ديريكت طو دانفلاسيون دانفلاسيون تركي تركيا فيها 19.89 قول 20% بالضبط في تركيا مزيان دابا تخيل معايا حل معايا شويه عقل عطيتك هاد العام عطيتك 100 مليون جبت لك 100 مليون قلت لك هاك بسم الله سلفتها لك قلت لي ياسين الله يحفظك راني واقف راني بغيت نمشي وعضاو كذا وهذا العام الجاي نرد لك 100 مليون ديالك يا ياسين نقول لك مرحبا غنعطيك 100 مليون العام الجاي غترد لي 100 مليون بلان رديتي 100 مليون واش رديتي 100 مليون ولا رديتي 100 مليون ناقص 20% اللي هي هادو طو دانفلاسيون انت تدوي على تركيا في المغرب عندنا تقريبا 1.6 ل 1.8 يعني شنو طو دانفلاسيون ماروك انفلاسيون ماروك او زاد جوج فاصله 6 في نوفمبر 2021 جوج فاصله 6 عندنا في المغرب ما ندويش على المغرب ندوي على تركيا واش ديك 100 مليون نخليكم باش تفكروا خدمه شويه عقل واش هي الاولى اللي عطيتك في هذا العام ولا نقصت منها 20% غتقول لي نقصت منها 20% يعني ولات تقريبا هي 80 مليون او بالاحرى هذيك 100 مليون اللي كانت عندي هذا العام الجاي يلا غتشري ليا بداك الشيء اللي كانت تشري ليا 80 مليون داك الوقت بلان في القيمه ديالها نقصات بلان ولا رجعنا للدين ديالنا الحنيف ان من المقاصد ديالو من المقاصد الخمس ديال الدين هو حفظ المال الحفظ المال سنخليكم تفكروا في هذه القضيه فكر فيها خدم شويه عقلك ومن تنقولوا المال في الدين ديالنا شو المال اللي دوى عليه الدين ديالنا شنو هو المال اللي دوى عليه الدين ديالنا واش دوى على الوراق ولا دوى على الذهب والفضه شوف هذا الشيء انا ما تعطيش رأي ديالي تنخليك انت تفكر شويه وتخدم هاد الطونطو حيت هذا عطاك الله باش تخدمه ماشي تسمع الفلان ولا فلان فلان عنده حرام وانت شنو تما فتيت هذاك اش من فورماسيون عندك اشمن حرام قتلو شوف واحد باش نقول لك حرام ولا حلال ولا كافر ولا ماشي هذيك شوف من السمات ديال الالوهيه ديال الله تعالى دونك الا كنتي تبقى تقول حرام حلال هذا كافر هذا مسلم دونك انت وليتي اله دونك هذا دخلتي في الشرك واش قول دونك عشان بلا خوت قراو قا 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 عماص بلا مهم سدوا هاد المعقوفة خليها هنايا دوزو ليطاب سويفونت قلت لك نحيدو هاد العجب متبداش حياتك بكريدي منصحكش تبدا بكريدي منهم كريدي للدار نعاود لك واحد اللعيبة طارت ليا انا كنت خديت واحد ابل كريدي ديال الدار كنت خديت واحد الكريدي ديال 8000 درهم هادي ديها فودنيك خديت كريدي لاش كنت بغيت ندير واحد البروجي ندير داكشي ديال المواد التنظيف وبديت فيه بديت خدام فيه وكان جات عندي واحد لاكوموند كنت قلتها في واحد الفيديو هذيك 8000 درهم كريدي وكانت نصب عليا في هذيك لاكوموند سمعتيني تنصب عليا في هذيك لاكوموند ما تنصب عليا في هذيك لاكوموند
اش نقول لك؟ ما بقيتش حامل راسي. المهم هذيك لاخر مود خديت فيها ان شيك وشيك مهم بلان خوص شي لايف خو ندوي فيه على الشيك، واخا عندي واحد لايف ديجا دويت فيه على الشيك، ما يحسش شي حاجه في الشيك، لا شيك ولا تخدو شونج ولا داكشي كامل. مهم مهم كان صعب عليا. كانت تصب عليا في داك الكريدي، ما عرفتش شنو ندي، ماشي الكريدي يا ربي، في داك الشيك ما عرفتش شنو ندي، شنو البلان اللي غادي ندي، ما عرفتش. واش تخيل معايا باش نقول لكم ما تاخذش كريدي وما تبداش ان بيزنس بكريدي؟ علاش؟ حيت انك بلاتي نقول لك بعدا فين وصلت. بعدا انايا جاتني واحد لا ديبرسيون اللي هذيك طيط واحد ديبرسيون ما عرفتي والو صافي. وصلت بيا القضيه اني بغيت ننتحر، سمعتيني؟ بغيت ننتحر ومشيت درت، كانت عندي في البيت ديال الناس اللي تنعس فيه كانت عندي واحد لابار فيكس، مشيت صوب الصنطه فهمتيني، وحاولت نخشي فيها راسي، مي لو في انني درت فيها راسي تقطعت الصنطه، سمعتيني؟ تقطعت الصنطه، مي كون كانت الصنطه صحيحه كون مشيت فيها ديك الساعه. هادشي ما تنقولش لك انني واعي ولا هادي، لا هادشي ضعف مني، هادي ضعف ديال واحد ما كانت عنده واحد الازمه ما عرفش كيفاش يجيها، او بالاحرى هو اللي كري ديك الازمه، انا اللي كريتها، انا ياسين انا اللي كريت ديك الازمه. علاش؟ حيت بديت ان بيزنس اللي باقي ما تنفهم فيه والو بديتو بكريدي، وملي تتبدا بيزنس ما تتفهم فيه والو بكريدي احتمال كبير انك مشو صور كريدي سوا بلا كريدي، احتمال كبير انك تفشل في داك البيزنس. الوغ من الاحسن انك تبدا بيزنس صغير وبلي فون ديالك، اولا كريدي يكون صغير بلي فون ديالك يعني فلوس ديالك، اولا كريدي يكون صغير ميتريزابل. انا 8000 درهم ديك الوقت كانت بزاف ديال الفلوس، تقول لي 8000 درهم راه بزاف ديال الفلوس، ما يعني الصالير ديالي كنت نخدم شهر وزيد عليه شهر اخر، يعني مشات ليا فمشات عين. الوغ هاد البلان والقضيه اللي قلت ديال انني بغيت ننتحر، راه ماشي انا واعي ولا هادي، لا هذاك جبن مني، كان عندي مشكل. وانت دابا تشوفني دابا انت يا ولد ولا بنت بحال نسال لك القضيه باش نقول لك الكلمه ديال سميتو، بحال نسال لك الوقت قاود عليك بالعربيه نجيك من الاخر تقول واه حتى ياسين كان راني صح او دونك انا نمشي. لا صاحبي هذاك جمل مني انايا، انا كنت جبان في هذاك فهاديك سميتو، كان عندي مشكل وما عرفتش كيفاش نجاوب، كيفاش نواجهه، ما عرفتش كيفاش. مي واه نعست فلط، كنت لابس كالسون بريسكو ابول، كالسون اللي لابس كنت تنتريني بقيت تنتريني نعست في فلط في الدص، وتنبكي وما تنبغيش ندير الصوت باش ما نسمعش امي في البيت الاخر، ما تسمعهاش، تنبكي ناعس في الدص وتنبكي دي فوا تنحط عليا كاع مخده في وجهي باش ما يتسمع والو. صافي تنقول علاش انا وصلت لهكا، وعلاش انا هكا، وانا فاشل وانا ما درت والو، علاش سميتو خطا اخويا اللي كنت درت وما نبغيكمش ديروه، هو انني كنت في صالاري وبغيت نولي اونتربرونور بلي لا ونهار فف هذيك لا ترانزاكسيون فف، كنت صالاري تناخد ان سالير مزيان، المهم مزيان حتى كانوا حتى لي ديبونس عندي مزيانين، ولكن بغيت تغيير ديال العاقه وكذا وهادي. بلاتي داك الوقت ما كانش انستغرام تلقى ياسين تيدير لك لايف بحال هكا ويدوي معاك والانتراكسيون بحال هكا ويجمع معاك ويقول لك لا ما ديرش هادي، لا ما كانش هادشي. يعني الناس اللي عندهم دابا السوشيال ميديا و تطلع لك انا في لايف ولا يطلع لك تلقاو هذا ولا هذا وهذا يبارطاجي معاك ولا تلقى فيديو فيه، ما كانش داكشي، فهمت؟ ما كانش هادشي. شي واحد سي طابو بعدا ماروكان بعدا يدوي لك في البيزنس، ما كايناش بعدا شي حاجه اللي ما كايناش. و تسمع شي واحد عنده شركه، يعني شي حاجه شي ايمبل كبيره فيها الجاج وفيها الكاتبات، و تشوف حيت هادشي اللي سوقوا لنا في الافلام، تيفيق هوايا اخر واحد تمشي حتى ل 10 ولا 11 بشويه تقول او جيت الاخر، وانت هو المدير سوقوا ليها بحال هكا حيت هذا الشيء خديناه من الافلام،
للاسف الافلام راح تعلم شو فاش تتفرج وشو اش تعطي الاولاد كيكونسوميو سي غاف تشوف داكشي تمشي تلقى الكاتبه كدا تجي في بيو تبقى يسيني اي سيني تسيني جوج ورقات وتقول لهم صافي نعيت تمشي صوايق عيش هذاك ماشي هو البيزنس اصاحبي ماشي شركه ماشي هي هذيك ومن بعد ملي فهمت اشنا هي شركه عرفتي سي غاف ملي فهمت اشنا هي شركه هي واحد الواقع او سجل تجاري في المحكمة التجارية ورقة ايدونتيتي ديال واحد الحاجة محطوطة في المحكمة التجارية سالي هي شركة عندها داك الاير سي ريجستر دو كوميرس عندها لي اف ليدونتيفيون فيسكال بالنسبة للدار الضريبة عندها لا باتونت ولا لا تاكس بروفيسيونيل ولا دابا و حاليا دابا داو لي سي او بالنسبة المهم ولا باتلاكا ديال الشركة ما عليناش هذه شركه صافي ماشي شي حاجه المهم تمشي دابا بغيتي تمشي عند تصاوب شركه من غدا سيدي معاك 4500 درهم ولا 5000 درهم وسي عند ان انفيديسير ولا ان كونطابل وقول لي صاوب لي شركه سالي هذه شركه ما كانش عندي اللي يقول لي انا بحال هكا هذه المعلومه اللي عطاتك ما كانش عندي الخطا اللي كنت درت ملي درت لا ترانزاكسيون بين السالاريا و لونتربرونيا ابي اللي لو نهار بغيت نولي اونتربرونور ما بقى عندي هذا ما صاحبي فهمتي ما عنديش صاحبي ما عنديش باش نقولش باش نتقهوى حيت اصلا ما كنتش نتقهوى داك الوقت كنت القهوه ما عنديش معها انا كنت غالبا تنسى الخدمه تجلطه فهمتيني غالبا تمشي الخدمه تجلطه سيتو وليت مع القائد في القرايه وهذه اللي ما بقاش عندي فين نغسل الفلوس عرفتي ملي ساليت لا فورماسيون وساليت خرجت من الخدمه حتى بقى عندي والو معلم وليت يلا تنمشي نصوب السي في عاوتاني اجور تبقى ندفع مابقاش عندي باش نامبريمي السي في مابقاش عندي باش نشارجي كنكسي على الموديم باش نقول الشركه مو الشركه مشات كندير ديال ميديتيل كان الموديم ديال ميديتيل تتشارجي فيه باش ما كانش ساعه ما كناش عندنا ولا ا دي اس ال لا والو ما كانش هادشي ولا الفيبر اوبتيك ولا هادشي ما كانش كان صاحبي تدير داك الموديم باش تمشي ديك اللعيبه تبقى تقلب على لي زوفا واللعيبات وكذا كنقص واحد السي سميتو معاك انونس تندخل تشوف لي زانونس كذا وهذه تن كذا شويه بديت نقلب تنقول نعوج الدومين نمشي انا تنتريني كساع ميسكولاسيون نمشي نمشي لي كاستين نمشي هادي نولي ممثل وتمشي لي كاست تبدا الله شد وين اصاحبي اشد ملي بقلت نبدا بيزنس بحال هكا بيسيرش ديال مبيدات الحشرات المهم فيلم بوحدو هذا ملي غنهز الدقه غناكل الدقه في مواد التنظيف هادشي ديال لي نيتوايون ولا لي ديتيرجون هادشي ولي غناكل فيه الدقه بغيت نصاب عليا علاش قلت حقا خصني نبدا كبير الناس بادين ب 500 درهم 1000 درهم انا قلت لا خصني نبدا كبير مشيت دباس بقيت نجقو من هنا دو دغوات على كوش كدا وهاديك ممكن من هاديك 8000 درهم ونصاب عليها يعني جامي تكون يلاه بادي في ان بيزنس الاولى جامي انك تخرج من الصلاية لونتربرونيغيا وانت زيرو درهم لا ديما دير دي فون سوكو ديما خلي تحتك المينيموم تنقول سمعني المينيموم تنقول واحد 6 شهور اقل حاجة 6 شهور تتربح 4000 درهم دير 4 فوا 6 فهمتي 4000 درهم فوا 6 هذاك الشيء اللي خصك تخليه تكون عندك اكوتي خصك انت ما تبرزطش في هذيك 6 شهور باش تاكل تشرب تقهوى دي فوتوكوبي هذاك الشيء ما تحنساش فيه خاصك ما تحنساش فيه حيت لا تحنساتي فيه اش تولي تتولي ديك لا كونسونطراسيون ديالك ما حطاش في البيزنس ديالك لا تتمشي الله تقلب نتايا باش حكا باش تخلص لك حكا باش تشوف الوالده خاصها شي دواء ولا شي حاجه تتولي لا كونسونطراسيون ديالك مشتته ما تبقاش مكونسونطري نتا على ديك الحاجه ديالك لا خاصني بغيت هاد الحال بغيت جو سي با نخلص الانترنت نلقى الانترنت عندي باش نخلصها بغيت باش نتغدى عندي فلوس باش نتغدى بغيت باش نتعشى عندي فلوس باش نتعشى بلان بغيت اي لعيبه بغيت ندير داكشي اللي بال البيزيكس خاصني نلقى عندي باش نتكونسونط لا قدام البي سي ولا مشيت ندير لا بروسبيكسيون تمشي عند كليان ولا هادي نلقى راسي عندي داك البيزيكس ماشي محروم فيهم ماشي خاصني صافي خاصني إذا مش تشتري ذاك النهار صافي ضامني تان وهذا هو البلان باش تنصاب عليا قلت والله ما خصني نلعب كبير حيت داك 8000 درهم شحال كانت تجيب لي 27000 درهم قلت لا خصني نلعب كبير و
وما داوني داوني الطماع تيغلب عليه الكذاب صافي مشيت ديك اللعيبه دخلت فرونسي زعم صافي خديت شيك فارسي فيه شيك مزور من تما وليت مقود في الشيكات نجيكم من الاخر جيب لي موشي كيما كاين كيما جيب شوف شوف نحمد الله ونشكر قدر شي واحد يدوز عليا قدر ما عرف شو سي با مي صعيب فهمتيني حيت اللي ادعى انه تيعرف كل شيء راه ما تيعرف والو مي صعيب يعني وصلت واحد النيفو جيب لي شيك جو سي با كدا هادي نفهمو نعرفو كل شيء كدا وهادي واش ينصب عليا ما ينصبش عليا المهم تيبان لي كل شيء حمد الله وشكر كثر التعامل بداك الشيء كثر التعامل بداك الشيء هذه البلان بلان بلان الثاني يعني قلت لكم ديال انك ما تخرجش من الصلايا الا ما كنتيش موجود واحد 6 شهور عابش فلوس باش غدوز البيزنس ديالك ثاني حاجه ما تاخذش كريدي من يلاه تكون يلاه غتبدا بيزنس ما عندك ما دير به ما شوف بدا صغير هو بدا حيت في الاول كنت بغيت نبدا صغير اش كنت ندير كنت واحد الشركه كاينه في شفشاوني في عين السبع كنت نمشي نتقدم عندها لي شال ولي فولار لي شال ولي فولار اش كانت عندي ليدي كانت عندي ليدي نتقدم عندهم ونشد نعطي دوك الفراشات اللي تكونوا في قيصريه كل وحده نعطيها واحد 20 بياسه هذه وهذه وبالعشيه ندوز عندهم كل ما شحال بعت بعت 5 تخلصني في 5 وتاخذ كوميسيون ديالها بعت 10 مي درت هاد البلان شويه بقيت بديت نحشم من عند العيالات باش نبقى ندور على العيالات ولا نبقى اش وليت ندير وليت تنصيفط الوالده الوالده مسكينه ما فهمتيني تيبقاو في هذوك العيالات تقول لي مسكينه هذيك ما عندهاش هذه تنقول صافي خلي لها صافي وليت انا شنو هو تنديرها مزيان وهذوك لي شال ولاو تفرقوا هذوك الزيوفات تفرقوا قلت لا لا هاد الحرفة ما عنديش مع هاد الحرفة ما فيها المهم ما خداماش ليا صافي من تما يا دزت قلت ندير هادشي ديال مواد التنظيف واش ديال مواد التنظيف ملي درتو نقول لكم بلان كيفاش درتو ما يحف قهوة قبل ما نريح في القهوة خليها المهم هذا فيلم خوه المهم ما يحف قهوة غير يدوي معايا واحد السيد المهم يحف معايا جبت معاه السوجي قلت لي هادشي ديال المواد التنظيف بان لي خدام ويقول لي حكا فوقي على البلاصه فلان الفلانيه كنت تبيعوا لا ماتيير بفميير كساعه كان قال لي واحد لا ماتيير سميتها تيك سابون قال لي كاين تما وكيفاش يعلموك كيفاش تخلط صانيك هكذا العيبات هكذا الصابون حتى في البلاصه صاحبي في البلاصه مشيت في داك النهار الغد ليه الصباح مشيت تما داك خينا اللي تيصاوب هادشي اللي تيبيع هادشي بدا تيتمكن بيا هادي ما نساهاش تيتمكن بيا وتيقول لي انتوما كازاو اش قابك لهادشي وانا جاي عندو لابس خويا ميجا وهادي وتنتيني ميس فلي تاش عافاك هو فيني باقا نعقل سميتو ما بدا نقول السميه ديال الحيط تقول لي هو فيني تيقول لي انتوما كازاو اش قابكم هنايا تا سي وي حيح صافي بقيت ما يحفتي سبيع عباد الله هذا داه مجافيل هذا سميتو تنتسنى شوف قال لي شوف انا غنوريك باش تقدم عندي السلعه قلت له مرحبا ماشي مشكل وانا عاصر داك الساعه حكا وقفت عليه في المحل راه شي 8 ونص انا واقف عليه صافي وانا اللعيبه تنقيد انايا شاد واحد لاجوندا تنقيد طان 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 خديت عنده السلعه طان 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 مشيت واحد الخلق كيت محل ب 600 درهم بديت نخلط فيه ديت داك البهامات بقيت نخلط كدا طان 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 البهانات شويه تندير مولين الدار تنقول لهم سيو سي كدا ما تخويا كدا الوالده سي تقول هادي مزيانه هادي خاصها غوا هادي خاصها ريحه وانا تنبقى نمشي عند الاخر حكا هادي خاصها هادي وهادي خاصها هادي تقول لي هادي كيفاش غدير ليها مو بقيت لصقته شنو غتستافد من هاد اللعيبه تبغي تاخذ شي بيزنس ولا تبداه ما تستناش يكون عندك كلشي ولا طاحت عليك الفكره اليوم اما كراسيخش اليوم تبدا في التطبيق اليوم انا كون كانت القايع حتى ديك الهضره دويت مع السيد كنا في القهوه دوينا بالعشيه كون كانت ديك 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 العشيه ديك الصباح يعني باقي العشيه مشيت ديك العشيه مي الصباح بيت نحلم بداك البيزنس
صوب شو درتو ومشى وتباع ودات الامبالاج بديت نحلم بداك الشيء. يعني ملي تجيك انت فيك هذا شي تويشيه شي بلان ابدا صاحبي بدا في اقرب وقت في اقرب وقت وبدا صغير الله يحفظك بدا صغير. راه انا مزيان جبت هذا البوان شحال دابا يا ديال هاد لي زانفلونسور تنقول لهم لي زانفلونسور بزاد لي زانفلونسور زاد تصور لك انه داير في النهار 100 مليون 50 مليون مزيان ديو حنا 100 مليون يلا تقول لك انا درت 100 مليون ناخذها باش تجي صغيره في النهار باش تجي لوجيك بالنسبه لبزاف الناس ناخذوا 10 مليون هاد السيد دار 10 مليون مزيان هذا بلان مزيان 10 مليون مزيان تيدير لك سكرين شوت باك 10 مليون الا كان ديال مع احتراماتي للدراري والبنات اللي تيخدموا اونيت احتراماتي ليهم وراني عارفه مي سكامرز نطحن امك فهمتيني ما تبقاوش تطلقوا على عباد الله سمع البلان تبيع واحد البودوي ولا تبيع شي حاجه ولا تدير شي بلان ولا هادي ولا تي يبيع واحد البودوي ما تيشيبيش لعباد الله المهم كاينين بزاف هادو فهمتيني المهم خلينا بلا ما وضعنا نحل صاحبي عوج ناخذ مثال بيا انا اسمع مثال بيا انا انت تخدم في الاوفلاين الخوت اللي ما عارفش الاوفلاين اي خدمه ما تعتمدش على الانترنت ماركتين يعني ما نحتاجش انني نطلق الادز ولا فهمتين شي حاجه عندها بالانترنت ماركتين يعني لا علاقه دومين في الزنقه المهم تخدم في الاوفلاين تخدم هادشي ديال لي طرافو بوبليك هادشي ديال لي طرافو ميتي تكنيك ديال الضوء الاقليم كدا القبص المهم اي حاجه عندها علاقه بالزاميناجمون سواء في الداخل سواء على برا يعني في لي طرافو بوبليك يعني بالنسبه لي بوردور تطوار سميتو البيتوم الزفت لي كونديلاب بوطوال ديال الضوء المهم انسي دو سويت البلان هو مثلا انا تخدم هذا تسمى ان سيرفيس وديما السيرفيس تتكون لا مارج بينيفيسيير ديالو طالعه فهمتيني طالعه لا مارج بينيفيسيير ان سيرفيس تقدر توصل لا مارج بينيفيسيير ديالو لواحد 60-70% سيرفيس علاش نعطيك مثال اسيدي بغينا جينا جا عندنا واحد المارشي قال لك اسيدي غتصبغ لينا عندي واحد المارشي قال لك اسيدي غتصبغ لنا الدار يا تصبغ لنا الدار سيدي غتصبغ لنا بالكواتش ياك سالينا المارشي سالا هنايا قبل ما تصبغها بالكواتش خصك بيان سيغ خصك دير لاندوي خصك تدل التقابي المهم اللعيبات انسي دو سويت دابا هما قالوا لك غتصبغ لنا بالكواتش وحبسوا انت ملي غتقول لي غتصبغ لك بالكواتش غتعطيه الثمن ديال اغلى سلعه مثلا سلعه شي شركه باش نديرو لهم اشهار شي سلعه المهم شي سلعه ديال ما بغيتش نقول شي شركه غتعطي ديك سميت ديك الشركه غتحسب لي سميت ديك الشركه غتحسب لي ديك الثمن حسب لي مثلا واحد جو سي با تحسب لي واحد 10000 درهم وهو ما قالش لي غتصبغ لي ديك السلعه هو قال لك اسيدي بغيت الكواتش مزيان اش غدير هذيك انت غتفاكتوري لي 10000 درهم وانت ديك السلعه باش غتشريها والماندوف ديالها وكلشي الا شريتي الغاليه غادي تطلع لك ب 7000 درهم يعني غتبقى لك تقريبا واحد 7000 درهم 7000 درهم غتبقى لك تقريبا واحد 3000 درهم ديال الربح 30% ديال الربح والا شريتيها رخيصه غتطلع لك كلشي ب 4000 درهم يعني غتولي رابح واحد 60% تيبقى عندك لو شو حنا مع الشركه طلع ميم شوز من تيكون عندك المارشي وما تيكونش اكزيجون يعني تيقولش لك واحد بغيت تجيب لي هاد السلعه كدا ولا تيقول لك كدا او سيميلير يعني جيب لي هاد لا مارك او سيميلير انت باش عرفتي هذيك هو السيميلير ديالها تجي هو يقول لك حقا ما شتيش هاد لا مارك قول لي لا سيميلير ديالها باش عرفناها الله اعلم فهمتيني ولا تيقول لك جيب لي اون فيش تكنيك تجيب لي فيش تكنيك ديال شي لعيب اخر غالبا تجيب لي ديك الفيش تكنيك ولكن ما تحكاش بها حيت الشركات ما عندهمش ان سيبور تكنيك ديال
تيفصل لك مزيان ديك اللعيبات فهمتيني. المهم بلا ما ندخل في لي ديتاي يعني السيرفيس في لا مارج بينيفيسيار طالعه برا نفرض سيدي حنا نقول لك سيدي حنا غنربحو غير 40% وجبت لك انا ان بون كوموند ما فيها من دوال بي سي مهم جبت لك ان بون كوموند فيها سيدي فيه 100 مليون واو ياسين تنقول لك ها بق دازتي في الكونت 100 مليون تنوريك في الكونت ديزا 100 مليون هاي مليون درهم. دابا انت اشنو تتقول في راسك؟ تتقول ياسين هاد الصباح صور 100 مليون اشي تتقول في راسك انت؟ تتقول ياسين هاد الصباح صور 100 مليون الى شدينا ديك 100 مليون حيت تمنى لي شارج ديالها شحال غتبقى ليا منها فيها بعدا شوف 100 مليون فيها الاش تي او تي دي سي يعني زيد فيها 20% ديال التي في يعني 20% ديال الجرصات خاصها تمشي للدوله والله يخليكم بغيتي تكون مزيان كديك خلص ضرائب ديالك بقى فهمتي تبقى اونيت تبقى مزيان لا بغيتي تبقى كلين فهمتيني فيها 20% ديال التي في حنا حيدنا منها 20% ولات غير 80 مليون زيد نحسب لها دابا بلاتي والله تنحسب لها دابا كالكولاتريس حيدنا شتي في الصباح في الكونت ديال ياسين في 100 مليون ها هي 100 مليون مليون درهم حتى الله يجبر حتى غنوريكم هاد البلان بلاتي 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 مليون درهم بلاتي مليون درهم ها هي مليون درهم نقص منها 20% يعني غنضربها في 0.8 مزيان 0.8 غنحيد منها سيدي غنحيد منها داك الشيء سميتو لي شارج ديالها ولا لوكو ديال لا بريستاسيون كامله باش طلعت ليا اسيدي حنا نحسبوا طلعتنا لا بريستاسيون ب 40 مليون وبقات 40 مليون ديال الربح ولا نديروا شو لا بريستاسيون طلعتنا سيدي ب 35 مليون ياك وبقات لنا سيدي 45 مليون ديال الربح ياك يعني ناقص 35 مليون هادشي هذا هو الكو دو بريستاسيون شحال طلعت ليا دابا بقات ليا اسيدي الربح ديالي 45 مليون واش شايف ونسيتي واحد الضريبه سيدي سميتها الياس امبو دي سوسيتي بين 30 حتى 35% نقول لك اسيدي غتخلص غير 30% هادي غنضربها باش نقص 30% غنضربها ب 0.7 شي من 100 مليون شحال بقات لي ياسين واش شتيها ولا ما شتيهاش بقات لي 31 مليون ونص وسمعتيني بقات لي 31 مليون ونص هي اللي بقات لي ياسين من 100 مليون يعني داك السيد من تيوريك سكرين شوت فيه 1 مليون دولار اول حاجه شوفوا اشنو تيدير والسيرفيس واش البروداكت ولا هادي واش شي بيك داك البروداكت واش وصل لعباد الله حيت السيرفيس لا مارج ديالو طالعه هادي من ناحيه الثانيه واش حيد نوكو باش طالع لي لو برودوي اللعيبات كاملين الباكاجين واللعيبات المهم الضال كو باش طلع لي داك العجب كامل حيد التاكسز ديك الساعه قول لي شحال بقات لك في جيبك سمعتيني تحداك دونك بلا ما تطلقوا على عباد الله تبقى تكذبوا على عباد الله في الديسكرين شوت ما كاينينش نفرض انهم كاينين حيت نفرض انهم كاينين درتوهم فهمتيني ولكن وريه شحال تدير في جيبك ملي جبت لك دابا انا سيرفيس وسيرفيس في لا مارج بينيفيسيير وحيت لوكو ديال لا بريستاسيون كامل وحيت تاكسز بقات لي غير واحد البركه يعني من 100% ولات لي غير 31.5% دونك الله يحفظكم هاد البلان ما تبقاوش تصيدوا فيه وهاد البلان تدوي فيه الناس اللي يلاه بادين حيت تبقى تشوفوا دي سكرين شوت تشوف تقول واو تدخونا مكبت على صاحبي راه سمي طالق عليك صاحبي تيوريك لو شيفر دافير صاحبي وين اخويا النت بروفيت اشنو تدير في جيبك اشنو تدير في جيبك تحياتي لخويا انس أرسلت لي ميساج دابا في الواتساب تحياتي الله يخبر بك ابو انس هذا منساش خير هاد انس من الخوت ومن الصحاب اللي خيرهم عليا بزاف وما يبغينيش نقول اشنو دار معايا في اللايف ما دار معايا واحد الخير ما غنساش وباقي تنشكرو ليه مدى حياتي واه عرفتي حد دار معايا واحد الجيست
اوجره ديال بصح فهمتي هادو هما خوتك اللي ما تولدوش ليك امك وما با انس تحياتي الله يكبر بيك والله يخلي لك بنيتك با انس كملوا اللايف المهم هاد البلاصه هادي ما تبقاوش تصمدوا فيها هاد القضيه ما تبقاوش تصيدوا فيها ديال هاد ديال 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 الجيش واحد ديال السكرين ولا هادي يقول لي شحال عندك شحال تخشي في جيبك قول شحال شحال البروفيت ديالك والطاكسيس وكل شيء دوزو دابا البلان الجاي فين خليتها بلان طوموبيلات بلان عافاكم عافاكم الله يحفظك يلا بادي ان بيزنس ولا بادي بادي واحد شنو جو سي با بادي واحد رحله سواء ديال السالاريا سواء ديال لونتربرونيريا ما تشريش طوموبيل ما تشريش دي شارج 20% ما تشريش طوموبيل علاش طوموبيل بالنسبه لك سي اون شارج فهمتيني في حالة الا كنتي غتشري طوموبيل باش غتخدم بها الطوموبيل غتبدا تدخل لك الفلوس يعني ديك الساعه تتولي الطوموبيل سي تان اوتي دو طرافاي ماشي اون شارج سوبليمونتير يعني ماشي زايده عليك سوبليمون زايده عليك لا ان اوتي دو طرافاي يعني بحال شريتي ستيلو باش تكتب شريتي طوموبيل باش توصل بها واحد السلعه ولادي ولات ان اوتي دو طرافاي فهمتيني الا كنتي غتستعملها ان اوتي دو طونسبور وكان عندك غتستعمل واحد اوتي خويا غتستعمل طوبيس ولا غتستعمل طرام ولا غتستعمل جو سي با شي اوتي خو بيكالا ولا اي حاجه ما تشريش طوموبيل علاش حيت دابا انت غتشري طوموبيل غتبان لك تقول واه غنشري طوموبيل ب 60000 درهم انت عشري فما تشريش طوموبيل ب 60000 درهم راك تشري طوموبيل وتتشري معها خاصك تخلص لها واحد لاسيونس تخلص لها واحد الضريبة خاصك تخلص ليها خاصك المازوت ديالها خاصك لونطوتيان ديالها البيدونج المهم بزاف التبعيه تابعين الطوموبيل دونك الله يرضي عليك تكون يلاه بادي حاول تبعد على الطوموبيل بعد عليها نافض درتي شركه ودرتي الفلوس وكذا وهذه ما تشريش طوموبيل كونطون سمعتيني هادشي درتي الفلوس درتي العاقه فهمتيني بديتي تدخل العاقه وهذه ما تشريش طوموبيل كونطون اما الا كنتي سالاري بلاتي مول شركه مشيش طوموبيل كونطون شريها بالليزين بلان ودخلها في لي شارج هادي صحاب الشركات اما هاد النصائح والله تنقول لك والله تشريهم ما غتلقاهمش بعدا غير ما تلقاش شي واحد غادي لك لايف ويدوي معاك في هادشي شريها بالليزين اللي ما عرفش الليزين يقلب على الليزين لو لوكاسيون اوبسيون داشا اللي اما تتكون ان سالاري وتتشري طوموبيل جديده كهيدي ولا كونطون هادو طوال والله يتطوال معنا شوف مع احتراماتي الناس صحابي ولا عشاني غيكونوا داو هاد لاكسيون ولكن راه طوال معلم عرفتي فوزات صلاحي وغتشري طوموبيل كونطون ولا كريدي مزيان طوموبيل انت لاش بغيتيها تقول لي ان موان دو طونسبور واش عندك ان موان دو طونسبور اخر عندي حكا طام تدوز من حدا الدار وعندي طاكسي تحت حدا الخدمه ولكن تنقول واحد المثال ديالنا المهم حنا العربي حتى انا عربي تنقول اللي بغى ياكل شي عشبه تيدير ليها السميه تبع معايا المثال اللي تيبغي ياكل شي عشبه تيدير ليها السميه فهمتيني شي واحد تيبغي تكيف اللعيبه تيقول لك حكا شوف اللعيبه تتكالمي فلان هادي تتكالمي مزيانه دونك لا ميم شوز دابا نتايا ملي تتبغي ديك اللعيبه انت تقنع راسك بانك دير هاد لاكسيون ديال انك تاخذ كريدي في طوموبيل اللي انت ما محتاجهاش بالعربيه انت بغيتي تبان صافي تو سامبلومون بغيتي تبان باش يقولك مسيو فلان كدا وجي لابس كرافطة وبيس هادي حاجه اخرى قول اخويا بغيت ناخذ طوموبيل باش نبان ونكون مصالح مع راساتك مرتاح بخير ناخذ طوموبيل بغيت نبان انا معاك في هذه الرجوله سير طحن لي سخالي اما باش تقول لي انا بغيت ناخذ طوموبيل محنسه في الطونسبور هذه خويا الا بغيتي تحل المشكل ديال الطونسبور عندك طونسبور شط طاكسي جوج طاكسيات احسن لك بانك تاخذ الكريدي اللي غادي يعذبك واحد 7 سنين اللي غادي ياخذ لك النص ديال الصالير ديالك اخدامش لك
دونك بلان سوا جديده اوكازيون قدر ندوزها شي اوكازيون ندوزها مي جديده ما نسمحش لك لا كريدي لا كونطو ما نسمحش لك ما نسمحش لك ما نسمحش لك فهمتيني يا كريدي يا كونطو ما نسمحش لك اوكازيون خذ طوموبيله طوموبيله تتساتيسفي لي بيزوين ديالك فهمتيني كان عندك واحد الطاجي اكس خذ واحد الطوموبيله حسب داك الطاجي مزيان سواء ايسانس ولا مازوت كونفورتابل تسمع لك الوليدات بيس وتكون مزيانه ما تكونش فيها البان تكون انتاكس مزيانه دبلان مزيان طحن اما تقول لي خصني ناخذ ايفوك سميتو ولا ديسكافري ولا شو سي با لا صاحبي لا ما خدامش داكشي والله ما خدام غتجيبها فراسك الا ما جيتيهاش فراسك في الكور تام غتجيبها في اللونغ تام غدوز العام الاول العام الثاني تقول الله شنو درت دونك طوموبيل الطو ديال البال ومن الاخطاء اللي درت هو انني كنت خديت الطوموبيل كريدي وتهزات ليا في الديبارا سمعتيها لا لا خاصك تسمعها مزيان شي طوموبيل كريدي تهزات ليا في الديباراج في الخميس في العيد المولد النبوي سمعتيني وفكنت هذاك النهار ديال المولد النبوي طالبه انا واحد السيده جاتنا قالت لي عافاك توصلني عند شي عائله باقي عاقل عليها بحال هكاك من تهزات ليا طوموبيل بالديباراج انا بعدا ملي قبل ما تهز ليا الديباراج انا ما عنديش باش نخلص الطريطه ما عنديش باش نخلصها قبل ما تهز ليا الطوموبيل بالديباراج وليت كل مره بحال شي شفار كل مره تنحطها في خونت ما تقدرش تحطها في نفس البلاصه حيت لاحظتيها في نفس البلاصه تيكون عندهم واحد السماصيه ديالهم حيت الا طاح على الطوموبيل تعطيو 5000 درهم بلان هذيك 5000 درهم تزيدوها في لو كو باش طلع عليهم الطوموبيل المهم حتى تتخلصها في الاخر المهم كل مره وليت بحال شي شفار تنحطها في بلاصه نحطها هنا نحطها هنا صافي واحد المره واحد البلاصه حطيتها فيها الجمرات المره الثانيه طاحوا عليها داوها جيت تنسول واحد الدوري اون فاس معاك قلت لي هزوا الديباراج قلت لي صافي تا عيط لي واحد الكوميرسيال قال لي فلان راه عيط لك واحد السيد اللي شراها من لي زونشير من المزاد قال لي راه عيط لك باش تعطيه الساوج ولا تبيعوه ليا ولا هذه المهم ديك الساعه ما كنت ديكونيكتي كل شيء كنت ديك الساعة كان صاحبي واحد الولد عالي عطيتو الساوت و صافي باعو لي ديك الساعة أنا كنت مقاود عليه دابا بصح باعو لي بخمسمية درهم و عطاني أنايا عطاني 300 درهم و خدا 200 درهم منساهاش هادي مي هادشي تنقولك باش دخلو راسك حيت هادشي اللي داز عليا راه ماشي دوز عليك اصاحبي ما تكونش شتي شوف خويا اختي شتي لاتر هومان في واحد القضيه شي من تيدير شي حاجه اول مره تيديرها خاصو يغلط والعادي ديالو هو انه يغلط وعلاش داو هاد السوشيال ميديا ولا هاد لي لايف تنطلعوا فيهم علاش تنبارطاجي معاك ليكسبيريونس ديالي انا ما قريتها لا في كتاب ما شفتها في فيلم انا ومتنبارطاجي معاك ليكسبيريونس ديالي من العيب انت ما تستافدش منها يعني انا اخطاء درتها في الماضي ديالي تنعطيهم معاك تنبارطاجيهم معاك غراتويتمون فابو تيسواو الزباب ديال الفلوس حيت انا كلفوني زباب ديال الفلوس ومن العيب تغلط في شي حاجه انا دوزتها من العيب تاخذ طوموبيل كريدي من العيب انك تاخذ دار كريدي من العيب انك تكيتي الخدمه ديالك ودوز لونتربرونيريا وانت زيرو درهم من العيب انك تبدا ان بروجي وبكريدي وبغيتي تبدا كبير من العيب بزاف الحوايج الوغ هادو حوايج قلال من الحوايج اللي دوزت بقيت معكم فهاد اللايف ما غنساليش غنبقى معكم حتى 4 الصباح مي دابا تسمحوا لي دابا غناخذ لا بارول ديالكم غنكتيفي لي كومونتير اللي بغى يسولني فشي لعيبه كونسيرنون هادشي انا مستعد نجاوبكم و الا جيت مقندوي في هاد اللعيبات بزاف بدا واحد اللعيبه نسيتها الله يخليكم مات لي ديبونس ديالكم شي متكون يلاه بادي ان بيزنس يلاه بادي
لي ديبونس ديالكم جاو لي ديبونس ديالكم مهمه بزاف. دابا انا كانت تجوني لي ميساج في البريفي بزاف لا ولاد لا بنات تقول لي اخويا ياسين بغيت نبدا ان بيزنس ديالي. اول حاجه تندخل تنشوف البروفيل ديالو تلقى لي ما يحسد عيش الحياه حياه صاحبي عيش الحياه مع قهوه فلان سميتو ستاربكس فينيسيا اريس كدا هذه السفريات الصويات تيبان لي عيش الحياه. لا صاحبي لا صاحبي سميت بناء البيزنس خصك تكون بحال الشليحه صاحبي والقهوه والله ما طيح فيها. واش واش عمك عمك صوتو صوتي قهوه بحال هكا قهوه ما عنديش القهوه غبره تخلطها مع الماء وتدير لها الميكا بحال هكا ها عمك جاوبتي دير طط 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 تطلع لك شكوشه تدير القهوه هكا بحال هكا باش كنت نصاوب القهوه فهمتيني تنشد ديك القهوه ديال دهان بلا ما ندير ولا اشهار تنشدها الماء وكذا وهادي وتسط وانا شرب قهوه لا موسى كلشي ما نمشيش للقهوه غنحط فيها واحد 10 درهم لا ولا 12 درهم لا ما نديرهاش حرام لا قهوه بدرهم تقضي الغرض غير بغيت نشرب قهوه سالينا يعني الله يحفظكم من تكون يلاه بادي لي ديبونس ديالك لا هذاك شو كل درهم تضيعو بحال عندك شي وليد صغير تتردع فيه هو البيزنس ديالك تتعطيه عطيه زيدو عطيه كل ما ردعتيه مزيان كل ما غادي تفدغل ويتقضى مزيان ومعاك ويولي حامي عليك انت ملي غتشوف غتولي بحال نمشي الشياقة يولي حامي عليك هذا هو البيزنس ديالك عطيه صاحبي عطيه باش يعطيك عطيه باش يعطيك وانت في الاول انت باغي تعيش لي الحياة وضرب لي البولشي مع راسات وخاصة ضرب داكشي ميطاسيون وضرب لي داك سميتها شو يقولوا لها مع شنو هذاك ولا يقسم مع شنو واحد اصلا داكشي دا عاد دابا باش ندير لك فلوس كنت نجيك من الاخر فهمتيني لا شي لي ريشار دي موند لي ريشار ما تيضربش لك ولا يقسم ولا تيضرب لك البولشي الله يسامح بزاف ديال الدراري الله يسامحهم بزاف الله يسامحهم حيت فو انفلونسي لي جون تتانفلونسيو الناس مزيان ولكن عطيوا صاحبي مثال زوين راه انا يا ياسين بهذا العقل اللي عندي بيس ما غادي مني لا حق لا باطل ولكن مسكين ان جون يلاه تيجي بحال هكا تيحل السوشيال ميديا بسم الله دخل انستغرام تشوف فلان باك ستوري في البلاصه فلان فلانيه داير الطوموبيل محلول لطوا اللعيبات تشوف فلان الاخر في ستوري فين البنت تاني تشوف اخرى لابسه السوال اليوم هنا ولا غدا بدل اللبسه وغدا وفريست فلان وين شنو غندير سيتو البنات بعدا باز ليكم والله البنت شفتها تقول تقول انت كيفاش البلان ديال هاد ادختنا كيفاش اليوم هنا اليوم هنا اليوم هنا اليوم هنا شكون صيفط لي ميساج بطوفيق تحياتي صيفط لي ميساج في الواتساب تحياتي الله يكبر بيك بطوفيق شوف هذيك البنت اللي تشوف ليا تشوف في هذيك صاحبتها ولا ما هذيك اختها ولا ما عرفتش هذيك السيده اللي متبعها السيده اللي متبعها شوف انا بطوفيق بان لي الميساج واخا قال لي ندويو على الانفلونس العوج ندويو على الانفلونس العوج ها انت شوف تبع معايا دابا هذا البلان دابا انت بنت شوف 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 هذا البلان ملي دابا انت هاد البنت تتولي تشوف تتبعها كوكو سعيده كريمه العبيطه هذوك متبعهم كاملين تدخل تكليكي على السطوري تتبان لهم الحياه الطوموبيله كدا لوطوال العيبات تتريح تاكل في ريستو فلان فلان فلانيه مطاغيه ريستو اللبسه كدا وغدا اللبسه كدا وغدا التصويره كدا تتقول اش هاد العشب ويلي تا منين جايب هاد الفلوس الاخوه لا هذيك هذيك خدمتها انها تبقى دير لك دوك التويشيات يعني انت دير هذيك ستوري تدخل متاويه مع فلان في القهوه ولا فلانه متاويه معاه تعطيها واحد 2000 و 3000 درهم في ستوري هادشي اللي كاين خدمتهم هذه خدمتها انفلونسوز انفلونسوز ولا انفلونسور ولا لو تيم تحرف شويه ما بقاش داك لو تيم اللي ديال انه مؤثر ومؤثر ولا في الحوايج وفي الماكله وفي الماكياج هذوك هما المؤثرين ولا تيدير لك ستوري تقول لك شوف باش تعرفوا الخوت شنو تضاف لي كل تاتي تواو تيجيو عندك تيقول لها شوف حتى دير ستوري
تقول لي 2000 درهم 3000 درهم صافي 4000 درهم 5000 درهم كاين مليون على حسب كل واحد على حسب الكوميونيتي اللي متبعاه صافي هذا هو البلان وانتم ما تبقاو يبيعوا شي فيكم وانتم تبقاو تشوفوا داك الشيء الدريه مسكينه شنو تتشوف تتشوف هذه يوميا تاكل في هذا الريستو تلبس هذه اللبسه تدير هنا تتبع وهل تقول شي بلان هذا كيفاش ما تفهم مسكينه والو اشي ولي الخبار فراسكم تتولي يجي عندها فلان واحد كذا هادي دونك حتى هي خاصها الفلوس باش تمشي تصور البلان راه فراسكم دونك الله يحفظكم ما يكونش ديك الانفلونس العوج ولي وتنصح شوف اللي كنتو ديزانفلونسور بصح ديزانفلونسور بصح ديال الرجل حيد ليها غير ديزانفلونسور ديال الزباله غتقول له شوف شي ستوري شي حاجه نشوف فلان هذيك خدمتنا ولا ديروا اللايف كاع ما ديروا ستوري هذيك راني خدمتنا فهمتيني هذاك الشيء تنتخلصوا عليه دونك عافاكم ما تمشيوش فيه ولكن لا خلي الموجه اكتب لي على الموجه لا الاولاد لا ميم شوز اه ان فري اونتربرونور وتنقولها وتنعاودها ما تخرجش طوموبيله جديده تحدى اي واحد اي ما تخرجش طوموبيله جديده الا خرجتيها بالليزين تنقولها وتنعاودها الا اي واحد خرج طوموبيله كونطون سميتو جديده وخلصها وتقول لي اونتربرونور نقول لي اسمح لي ولا خلصها بون بروبر نقول لي اسمح لي لا تمثل لونتربرونيا بصله حيت هذيك طوموبيله سي تانوتي تدخلها انوتي دو طابي من تندويو حنايا تنقول لك خصك متخلص الطاكسز وتنشوفوها فريد شداد وبوداد وتنقاوها وتيقاونا في الفيسكاليتي انك متخلص الطاكسز ولا تطيح الطاكسز شوف الشريف خصك تخرج طوموبيله بالليزين سالينا خصك تدخلها شارج في الشركه تتولي بحال عندك صلاري في الشركه اللي ما تعرفش الليزين هو كما قلت في الاول قلب على الليزين ولا اللوكاسيون اوبسيون داشر لو سالينا يعني ملي تقول لي انا اونتربرونور ونخرج طوموبيله كونطون تبقى ندير ها تنقول حتى شاد دونك الله يحفظك تتانفلونسيون الناس انفلونسيون الناس مزيان مزيان بارطاجي معاهم داكشي مزيان مزيان باش الناس يطلعوا يطلع مزيان اصاحبي يطلع باز تبارطاجيو مع الناس داكشي فيك فيك اصاحبي وملي تجي نبارطاجي داكشي اللي كيما هو تنوريك انا تنضرب في النص ديال الطون وتنوريك تنضرب ليا في طاجين وتنوريك تنضرب ليا في اللوبيا وبعد ديال الدجاج بنادم تيجي في شكل داكشي تيقول لي اش هادشي اصاحبي اش هاد ويلي انا اونتربرونور خصو يبان في ريستو والفورشيطة لا صاحبي داكشي في الافلام اصاحبي وداكشي في ستوريات داكشي راه ما كاينش اصاحبي راه ما كاينش الا جيت انا يوميا غناكل فريستو غنخلص ندير اون مويان في النهار ديال 300 درهم في الشهر 30 يوم وليت في 90000 درهم زيد عليها غير الغازوال واش غنوصل هذيك الريستو يعني وليت في 10000 درهم في الشهر وهاديك 10000 درهم اصاحبي غندير بها بزاف د الحوايج هاديك 10000 درهم شي انا نفضل انا ياسين نفضل اللي كنت غنتغدى ب 300 درهم وتنتغدى ب 300 درهم وتتبان ليا عاديه بلان اش غادي ندير غادي نتغدى ب 50 درهم ياك انا نسدو على راسي وديك 250 درهم غنشوف شي واحد من الناس اللي متبعيني معود عليه باغي يبدا ان بيزنس نقول هذا شحال 250 شحال في 30 جات 7500 غندير كل شهر 7500 واحد يطلع معايا في لايف الا كان البروجي ديالو مزيان نعطيه 7500 درهم هذه في المافله ما دويتش على اللبس ما دويتش اللبسه تمشي تشري ليا جو سي با لبسه ساويه قميجه ب 4000 درهم السوا ساوي 5000 درهم الصباط ساوي 3000 ولا 5000 ساكرا صاحبي اش تسولوا فوز انفلونسي لي جون صاحبي تتاثروا على الناس بطريقه خايبه تيولي الناس تيولي باغي يقلد داك انت باش يوصل داك النيفو هو داك النيفو ما كاينش داكشي ما كاينش اصاحبي داكشي خاطئ داكشي فيك اصاحبي الله يخليكم انفلونس تدوي على لي انفلونسور ولي انفلونسوز انفلونسيو الناس ولكن طريقه زوينه ما تبقاوش اصاحبي حشوم تدخلوا على عباد الله وتدخلوا على جيل قدام الله سيغاف شوف انا الناس ندوي على الناس اللي فورماسيون ديما تندوي عليهم وديما بين قوسين تيقولوا تنعطاكيهم انا ما تنعطاكيهمش انا تنبارطاجي داك الشيء اللي تيبارطاجيو معايا الناس يعني تكون انا هو اللسان ديال دوك الناس انا ماشي كياسين ماشي ضد البيع الا عندك ان بودوي بيعو مزيان بيعو اصاحبي
ولا كيعطي الفالور، عطي الفالور لعباد الله، اعطيه شي حاجه وشد انت شي حاجه المقاسي نورمال اصاحبي. انت ضربتي تما داك الشيء وهذه مزيان. انا فقط انا سيدي واحد النهار تنايا اني موبيلي بغيت ندير ان كور، ولكن انا ان كور غنديرو مقاد ويعطيك لا فالور تعطيه لك. يعني ملي جيت عطيتك ان كور وحسبتو لك ما جو سي با بشي ثمن، انا متاكد ملي غنعطيك ديك الكور غتدخل هذاك المبلغ ضابو في 100، يعني غتضاب واحد غتكبتها انا متاكد منها. كان ماشي تعطي لبنادم كور صاحبي وما كاين والو، لكن لا هذه ما معاش ما تنسمحش بها بزاف، حيت هذا تولي صافي تولي تديها لعباد الله بطريقه. واحد القضيه نسيت ما قلتهاش لكم، وهذه التجربه ديالي من كنت بديت في داك الشيء ديال مبيدات الحشرات. هاد القضيه ديال تديها لعباد الله غنقولها وعندي الشجاعه باش نقولها. كنت ديت لواحد السيد 2000 درهم او بالاحرى نصبت عليه في 2000 درهم. سمعتيني قلتها بحال هكا، وكان في قسمتي عيط ليا ما تنجاوبوش، تيبدلنا ما تنسمع الصوت ديالو تنقطع عليه شويه. تحسس براسي انا مع راسي ما مرتاحش بالليل، والله ما بقيت نعس. تنحلف لكم بالله نحس براسي بلي كوشمار، داك الشيء ماشي هو هذاك. تنقول واه هو اللي دار ليا هكا، هو اللي عطل عليا هكا. انا كيما قلت لكم في الاول اللي تبغي ياكل شي عشبه تدير لها السميه، انا تنحاول غير نقنع راسي انا لا ديت لي راسك وديت لي 2000 درهم. عرفتي لو لوندومان مشيت عيطت ليه، فلان فينك؟ نتلاقى معاك. تلاقيت معاه عطيتو الامانه وكثير الله يرحم بوالدينا ما سمح ليا تهلا، قال لي مسامحه وهذيك تسمح ليا بزاف راني غلطت معاك او بيس. من تما الحياة نقدر نجرجر واحد نجرجر، فهمتيني؟ دار شي خطا نجرجر نعاقبو، ولكن باش ديري ديالو ما ديرش لي ديال. علاش؟ حيت الا كنت انا تنقول مع راسي راني ديت لي وانا ما يقل وانا هادي وهادي، الكرامة اللي حط الله تعالى، حيت انا دويش بالكرامة حتى قد يكونوا الناس ملحدين تابعيننا ولا هادي، فهمتيني؟ اللي حط الله تعالى مو انت نخاطب كلشي، لا ملحد ماشي ملحد بيس، وما تنجوجوك على السلوك ديالك. الكرامة محطوطة راها كاينة، اللي زعتيه غادي تحصدو معلم. الا ضريتي ولاد الناس تا غيجي الله غيدور لك ولادك، الا ضريتي شي واحد غيدورك نتايا، دونك الله يخليك. درت هاد اللايف تقريبا واحد قلت تقريبا غير ساعتين، تندوي خديت لاباول تندوي بقاو معنا في اللايف تقريبا واحد 3300 واحد. شكرا لكم بزاف والله. ودابا غنكتب لكم كومونتير باش نسلم عليكم واحد واحد، اللي عنده شي كيسيون شي لعيبه المهم انا معكم واحد شويه. شكرا لكم بزاف. يا ربي يكون الميساج ديالي وصل، يا ربي يكون الميساج ديالي وصل، حيت فريمون بزاف الحوايج كانوا مسدودين عندي. بغيت نقولها بزاف الحوايج، مي الحمد لله هاد اللايف جا عشوائي جا. مهم كنا نبارطاجيو معكم امور. الله يكبر بكم امور. الميساج يكون وصل كما قال واحد الولد الحميد، قال خاص بارت 2 بارت 2 كاين باقي كاين بزاف اللعيبات، فهمتيني؟ بزاف اللعيبات. واحد الولد قال اول مره تنعرفك، ثانكس ا لوت، سيف يو والله تنسيف يو. واللي تيقول صحاب شي حاجه هذا الوقت خويا الماء داك صحابو الله يحفظكم، الله يكبر بكم، والله لا شرف ليا. الوقت ميتا. شوفوا ان شاء الله السيمانه الجايه يقول الموال عاوتاني ونديروا ستوري ديال الوقت ميتا، فهمتيني؟ نديروا شي الوقت ميتا. بابو الميساج وصل
وصحتي بزاف الله يفتح عليك الله يكبر بك. هذا هو اللي بغيت. صافي اسمع شكرا. سليم شكرا الله يحفظكم. حسن اول مره كنشوفك هنا الله يحفظك ابو ياسين الله يحفظك ليا احسن الله في المغرب الله يكبر بك والله الا الله الا شرف ليا والله. تندوي على الانفلونس خصها تكون انفلونس مزيانه. الا بغيتي تبيع شي واحد شي حاجه قول لي سيدي غنبيع لك ماشي مشكل غيعطيه لا فالور صافي هذا هو البلان. ما تمديوش ديال عباد الله صافي وبيس بخير صافي الحياه زوينه عيش الحياه. صوفي الله يحفظك خياس الله يكبر بك. كاين شي خدمه معاك خياسين قباص ومرحبا مرحبا تصيفط لي في بريفي تصيفط لي في بريفي الا كان شي بريفي الله يسلحو لخويا اخويا ياسين تحياتي الله يكبر بك كلامك الصميم اول ما نعرفك الله يكبر بك الله يحفظكم الله يعزكم الله يكبر بكم. سمحوا لي بزاف شديتكم معايا سمحوا لي بزاف شديتكم معايا في هذا اللايف والله الا شديتكم معايا ميت دويت بحقا دويت بالقلب ديالي حاولت نبارطاجي معكم كاع دوك اللعيبات. مهم كاين جاي لعيبات اخرين حتى المره الجايه ندخلوا في شي حوايج اللي 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 تكنيك فهمتيني ولا نكملوا شي حوايج اخرين شي حوايج اخرين ما قلتهمش. مهم شوفوا البلان البلان الجاي صافي الخوت مزيان ساتيسفي كلشي مزيان. السلام عليكم واحد شويه شكرا كاع اللي معنا في اللايف ابتسام توفيق يونس جيمي محمد سيف مستعيد عصام محمد هشام لبنى بزاف بزاف عبد الخير الخير عبد الخير الخير والبركه الله يحفظكم. الاستفاده كانت مزيان استفدتوا مزيان عمر راس الله يحفظكم. نتمنى هذا يكون ان بوست بالنسبه لكم يكون ان بوست بغيتكم تاخذوا هذا الشيء كواحد الفيول باش ديماري سواء في الصلاعيه سواء في لونتربرونيريا مهم دير شي لعيبه وديرها مزيان صافي ربي غادي يكمل عنده. بو انس تحياتي انس رجوله الله يخلي لكم نيتك استفاده 100% الحمد لله الحمد لله باش تكون بنادم ساتيسفي مزيان. كنت شفتك في داك الفيديو ديال فاش نصبوا عليك ومن داك النهار وانا كنقلب عليك مرحبا مرحبا طلع جيمي حتى جيمي يكون ناعس دابا الله يحفظك اصطلا فيستا بيزنس فيول الله يلا مرحبا 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 بغيت نسلم عليكم واحد واحد استفدنا خويا مرحبا عصام 100% تحياتي خويا الله يكبر بكم الله يكبر بكم الله يكبر بكم الله يحفظكم. كيفاش بديتي العاقه خلي من بعد حتى شي لايف خون دوي في هاد اللعيبات الله يحفظكم ليا الله يحفظكم ليا شكرا لكم بزاف. الخوت انا غادي نمشي دابا الله يحفظكم الله يكبر بكم والله ما عرفتي ما سخيتش نبقى ندوي معكم بواحد وواحد الله يكثر من تاعك الله يكبر بكم الله يحفظكم اخويا الله يحفظكم الله يكبر بكم والله يقدرنا اننا نكونوا ديما مزيانين ونفيدكم وتتعلموا منكم الله يحفظكم الله يكبر بكم. اسامه الله يكبر بك الله يحفظك مرحبا مرحبا تحياتي الخوت شكرا لكم بزاف انا فرحان بخير بيس نمشي دابا ندوش ناكل شي حاجه ولا ناكل والو كاع نشرب شويه الماء وصافي الحياه الله يحفظكم تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف امسيه سعيده راكم عزاز عليا شوف ابقى معكم ديما في السطويات ان شاء الله نديرو شي لايف قريب تحياتي لكم والله يحمدكم الوالدين تهلاو ليا فراسكم تبغيكم بزاف تساواش